بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. حلقتنا الحقيقة النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار الحقيقة اللي كانت إيجابية جدا خلال الأسبوع اللي فات داخل جدران النادي الأهلي، يمكن نتائج كلها إيجابية، ترتيبات في الدوري كلها جيدة، وهنستعرض ده مع حضراتكم في النص الأول من حلقتنا. النص الثاني إن شاء الله فقرتنا الحوارية هيكون معانا فريق 18 سنة لكرة السلة. يمكن جمهور النادي الأهلي ومتابعين كرة السلة مش بس بيتابعوا الفريق الأول، لا متابعين أيضا كل فرق الناشئين يمكن لحد 14 سنة، 14 16 18 20، وهم الأعمار السنية الموجودة في النادي الأهلي أو موجودة بشكل عام في مصر. جمهور النادي الأهلي متابع كل الفرق ومتابع اللعيبة المميزة فيهم وعارف مين بيعمل إيه وعارف ده طالع منين ومين اللي إن شاء الله يبقى له مستقبل جيد. فريق 18 سنة من الفرق اللي فيها مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين، أنا مش عايز أذكر حد ولا أنسى حد، بس الحقيقة ال 12 لعيب او 14 لعيب كلهم مستويات عاليه، كلهم يقدروا يلعبوا في منتخبات مصر، كلهم يقدروا يلعبوا في الفريق الاول. النهارده هيكون معانا اثنين من الفرقه، الحقيقه احنا كنا نتمنى طبعا الفريق كله يكون معانا، بس النهارده هيكون معانا نجمين من نجوم الفريق، هيكون معانا بيبو زهران وهيكون معانا ايضا علي وحيد، اثنين لعيبه بينتظرهم مستقبل كبير جدا، بيلعبوا في مراكز مختلفه، يمكن الموهبة ظهرت عليهم بدري، يمكن أمور كتير هنتكلم فيها عنهم، ويمكن مش هيبقوا غراب عن النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي لأن هم متابعهم بشكل كبير وشفنا فيديوهاتهم مالية السوشيال ميديا ومتابعين أدائهم حتى في بطولة المنطقة. والجميل أن النهاردة نزل جدول بطولة الجمهورية لهذا الفريق، هنشوف إزاي هيستعدوا بطولة الجمهورية عشان يحافظوا على إنجاز سواء المرتبط سواء القاهرة سواء أيضا إن شاء الله بطولة الجمهورية عشان يحافظوا على الإنجازات اللي عاملينها. هنرجع لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد. تابعنا مع حضراتكم أول امبارح أول مباراة في العودة لدوري المحترفين كانت مع سموحة، واستطعنا إن احنا نفوز بشكل جيد جدا بنتيجة مريحة 36-16، وكانت نتيجة وكانت المباراة بتتلعب على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. الفريق هيسافر على طول في اسكندرية عشان يلاعب سبورتنج بثاني لقاءات المرحلة الثانية من دوري محترفين كرة اليد. طبعا انتوا عارفين ان الدور ده عباره عن ست فرق فقط، هيطلع منهم اربعه. الفريق الاول بقياده طبعا كابتن طارق محروس اتدرب اخر تمرينه ليه مع ملعبنا، وبعدها الفرقه سافرت الاسكندريه عشان تستعد لماتش سبورتنج اللي هيكون بكره باذن الله، يوصلوا بالسلامه. الماتش هيكون في الجوله الثانيه زي ما قلت لحضراتكم في المرحله الثانيه من دوري المحترفين. الماتش المفروض هيكون الساعه 6، الماتش اتغير بقى 8:30 ثاني. يمكن هو الماتش كان في الجدول وكان معلن عنه الساعه 6، ولكن تباعا عشان البث ومواعيد المباريات والامور دي كلها، هيبقى الماتش هتبقى الساعه 8، المباراه هتبقى الساعه 8:30 عشان لو جمهور النادي الاهلي يعني تابعنا ان هتبقى مباراه مهمه، ده سبورتنج على ملعبه. فرقتنا في المركز الثاني في الدور ده كانت طلعت برصيد 7 نقاط، النادي الزمالك في المركز الاول برصيد 8 نقاط. كابتن طارق طبعا في التوقيت ده وبيحاول يراجع كل المصابين، يمكن الازمه الكبيره عندنا في كره اليد هي المصابين. في مجموعه رجعت وطمنا عليها امبارح دفاعا وهجوما الحمد لله رب العالمين، احنا اعلى من المعدلات العاديه، ولكن في مجموعه محتاجه ترجع ان شاء الله ومحتاجه تخش المباريات واحده واحده. ان شاء الله عندنا وقت، دخلنا في الجد سنه ان شاء الله. الدور النهائي اللي هيطلع فيه 4 فرق هو ده هيبقى يعني الحسم باذن الله، نتمنى ان شاء الله التوفيق. الناس بتبذل مجهود بامانه والفرقه مركزه، وزي ما شفنا اللقاءات اللي كانت بعد المباراه والامبارح كل اللعيبه كان هدفها واحد، وكل اللعيبه والجهاز الفني قالوا نفس الكلام، قالوا هدفنا هو اسعاد جمهور النادي الاهلي. فطبعا كل الدعم للفريق، كل الدعم للجهاز الفني، ان شاء الله يعني نفرح كلنا ببطوله الدوري ان شاء الله السنه دي مع هذا الفريق والكاس، وهو حامل لقب الكاس من السنه اللي فاتت. طيب هنروح لكرة السلة رجال. طبعا يعني احنا كنا سعداء جدا بماتش اول امبارح، مباراة الاهلي والزمالك اللي انتهت بفوز النادي الاهلي 86-85 بعد وقت اضافي كلنا تابعناها. وطبعا ده بيخلينا او بيأكد تفوق النادي الاهلي، والنادي الاهلي ما زال في المركز الثاني والفرقة مركزة كويس، بس قفلت صفحة خلاص نادي الزمالك، وعندنا مباراة الجزيرة يوم الجمعة القادمة إن شاء الله. بالمناسبة احنا بإذن الله هننقل لحضراتكم مباراة الجزيرة يوم الجمعة، والميعاد قد يتغير، هو الميعاد حتى الآن 6 وقد يتغير نتيجة برضو يعني حقوق البث أو الكلام ده. المباراة 8:30، مباراة سموحة هتبقى الجزيرة 8:30، أنا آسف لأن احنا قلنا الكلام ده قبل الهوا، بس الحقيقة المباريات كتير ما شاء الله ونشاطات كتير، فكل الأمور يعني تبقى واضحة. يوم الجمعة ماتش الجزيرة 8:30، مباراة الساعة 8:30 بإذن الله عشان البث، وإن شاء الله هننقل على قناة النادي الأهلي هنتابع لعبتنا عن قرب. طيب فرقتنا بشكل كبير
الحمد لله يعني رجعت استعادت جزء كبير من مستواها. شفنا اداء جيد في الملعب، شفنا طبعا يعني المباراه بتروح وتيجي، وعندي بعض النقاط اللي عايز اطرحها من حضراتكم. انا مش هتكلم في الملابسات والامور اللي حصلت والاحداث، ولكن خلينا نتكلم في الجزء الفني، واحنا تعودنا كده مع النادي الاهلي ان احنا بنتكلم فيما يخصنا. طيب خلينا نتكلم عن النقاط الايجابيه. اول نقطه ايجابيه، خلي بالكم النادي الاهلي كسب مباراه الزمالك وهو ناقص. يعني ناقص مين؟ ناقص عمر طارق احد اعمده الفريق ما لعبش، ناقصين مروان سرحان احد اعمده الفريق ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع في العوده الثانيه لماتشات الادوار الاقصائيه، عندنا احمد حمدي اللي في امريكا ايضا ناقص، يعني عندنا ثلاث لعيبه ما بيلعبوش، واضافه عنصر جديد هو احمد اسماعيل. وبالمناسبه احمد اسماعيل في الوقت اللي شارك فيه، يعني هو لعب ثلاث مباريات يمكن حتى الان، احمد اسماعيل عامل شغل كويس جدا وبيموت نفسه دفاعا وهجوما، والصراحه يعني الولد يعني عمل اللي عليه وزياده، وطبعا مستنيين منه الاحسن والاكفأ، ولكن بتكلم على وقت قصير يخش جوه الفرقه. يمكن السنه اللي قضاها مع الفرقه السنه اللي قبل اللي فاتت وفرت عليه وقت كبير جدا في موضوع الهارموني مع الفرقه، ولكن مع جهاز فني جديد وراجع مع اضافه لاعبين جداد، لا احمد اسماعيل عمل مباراه جيده جدا. طيب احنا ناقصين في الوقت اللي نادي الزمالك كامل، نادي الزمالك لعب المباراه، كان يمكن انس ربنا شفاه ورجع لعب، انس ما كانش بيلعب، ولكن في مباراه الاهلي لعب، وكان لعب مباراه قبل كده وكان متالق، يعني بفورمه جيده. نادي الزمالك لعب بشكل كامل في الوقت، كمان مش بس لعب بشكل كامل، لا ده المحترف عمل احسن مبارياته على الاطلاق في الموسم وحط 33 نقطه، يعني الزمالك كان في افضل حالاته. يبقى انت بتكسب وانت ناقص، بتكسب فرقه موفقه جدا وفي افضل حالاتها الفنيه والعدديه، كل اللعيبه في نادي الزمالك كامله وما كانش ناقص شيء. من الامور الايجابيه الحقيقه اللي شايفينها مش بس المباراه دي والمباراه اللي فاتت، ان الفريق ما فيهوش نجم. النادي الاهلي ما فيش النجم الاوحد، ما فيش حاجه اسمها نجم اوحد زي ما يعني دايما بيتقال او بيتعب، لا في حاجه اسمها فرقه، مجموعه، لعب جماعي. ما فيش حاجه اسمها النجم الاوحد او نجم الشباك او النجم المسؤول انه لو حط 30 بونت بنكسب، لو ما حطش 30 بونت بنخسر، ما عندناش ده. كل مباراه بتلاقي لعيب بيتالق، لعيب بيرجع، وهتلاقي كل لعيب هتفتكر له دور. لو اتكلمت على كل الفرقه، عمرو الجندي، ايهاب امين، مش هتكلم عن النجوم بس، احمد مهيب النهارده المباراه دي حطته يعني في نجوميه تانية خالص، بالرغم ان هو شارك ايه يمكن يعني شارك فيه قبل الشوطه 3 4 ثواني، جاي من على البنش، وهتكلم عن النقطه دي جايه. يعني كل لعيبه هتفتكر لها دور، حتى اللعيبه المصابه مروان سرحان هتفتكر له ماتشات، احمد حمدي اللي مش موجود هتفتكر له، عمر طارق، كل اللعيبه بدون استثناء، عمرو زهران، كل اللعيبه بدون استثناء هتفتكر لها ماتش او اتنين كسبونا، بس مفيش نجم اوحد لا في الهجوم ولا في الدفاع، ودي حاجه بالمناسبه مجهده جدا لاي فريق هتلعبه. اي فريق هتلعبه صعب يعمل عليك سكاوتنج وصعب يوقف مفاتيحك. انا راجل بتاع باسكت وعارف بقول لكم ايه، لما يبقى عندي نجم واحد انا بقدر اوقفه، انما لو عندك فرقه ما انتش عارف مين اللي هيتالق النهارده، الموضوع ده اللي بيبقى متعب للفرقه الثانيه، ودي حاجه كويسه، وده جاي نتيجه الروتيشن اللي عامله مستر اجوستي بوش. دفع ثمن الروتيشن ده انه ساعات المستوى بيقل، ساعات بنخسر مباريات مش في دورها، ولكن المكسب الكبير او مباريات مش في وقتها، ولكن المكسب الكبير هو ان انت بتكسب اللعيب نفسه. مثلا هنتكلم عن المباراه دي والمباراه الثانيه، معلش انا عايز اطول شويه في الحته دي، لان المباراه كانت جميله وفيها دروس كتيره مستفاد. مبارياتنا اللي بتخلص 2 بونت و3 بونت وبتخلص بعد اكسترا تايم، دي مباريات عظيمه الفائده. يعني ازاي؟ اولا انت ممكن تكسب 20 بونت، ممكن تخسر، ممكن، انما تكسب باسكت او اتنين ليها اتنين او فايدتين كبار جدا. لو انفقت يعني زي ما بيقولوا فلوس كتير او اعداد كتير، مش هتقدر تجيب النقطتين او تكسب النقطتين دول او تستفيد بالنقطتين دول. اول حاجه كسب خبرات، ان انت راجل في الملعب في لعيبه صغيرين بيتعلموا يعني ايه يكسبوا في اخر ثانيه، ويعني ايه يكسبوا في اخر اكسترا تايم، وازاي يلعبوا وازاي ما يفقدوش تركيزهم، يبقى كسب خبرات. تاني ثقة الفوز، ان الفرقة مهما مر عليها في الملعب عندها ثقة الفوز، ودايما ثقة الفوز دي هي نص المكسب، فإذا المباراة دي بتديك الفايدتين دول. عايز اتكلم عن ال 11 سنة الأخرانيين، معلش احنا هنقف على الحتة دي شوية عشان في نقاط أنا عايز استعرضها مع جمهور النادي الأهلي. 11 سنة الأخرانيين دول يعني فيهم استفادات وفيهم أمور يعني ممكن فرقة ما تكتسبهاش في سنة كاملة. أول حاجة هو بعد ما فقد الكرة إيهاب أمين وراح يحط الباسكت واتعمل معاه فاول ما تصفرش، الكره طردت عليها باسكت، احمد اسماعيل بخبره عاليه جدا عمل فاول بدون ما يكون فاول متعمد،
بدون ما يكون فاول متعمد. خلي بالكوا الفاولات اللي في اخر وقت ده الحكام غالبا بيصفرها فاول متعمد، لان انت تعمدت ايقاف الوقت، ولكن هو عمل الفاول بشكل يبان انه فاول طبيعي. فاذا الفاول ده كان مهم جدا واحد اسباب المكسب. هدوء اعصاب اللاعبين، ومستر اجوستي ما تفاعلوش مع المباراه وشد المباراه، ولكن كان اعصاب هاديه جدا جدا جدا. وكمان يعني مش بس اعصاب هاديه، لا ده ما انفعلوش مع الحركه اللي حصلت، هاجلها. طبعا تغييره مهيب، نزول مهيب من على البنش، دي تغييره المستر اجوستي كان موفق بيها جدا. هو عايز 3 بونت فنزل مهيب. مهيب نزل بمنتاليه اللعيب المحترف، مش معنى كده ان انا قاعد ما بلعبش او ان انا ما شاركتش او لا، ده نزل بمنتاليه اللعيب المحترف، انا نازل ان شاء الله هلعب ثانيه 2 3 4 هلعب عشان اكسب فرقتي. عدم انفعال الجهاز واللعيبه بالحركه والاشارات اللي حصلت من احمد ياسر، ما انفعلش، ما حدش انفعل، ركزوا. حتى راحوا للحكام وبداوا يبرزوا الحركه عشان يبقى فيها رد فعل يفيد الفرقه، انما كان ممكن نلاقي من لعيبه النادي الاهلي رد فعل معاكس، وده كان هيخسرنا على فكره. انما اللعيبه ولا كانها شافت حاجه، طلبت بتطبيق قانون والجهاز الفني كذلك، ونجحنا ان احنا ناخد رميه حره واستحواذ من نص ملعب نادي الزمالك. طبعا اعصاب تومسون يحصد عليها في الرميه الحره، اعصاب طبعا احمد مهيب، الرميه الثلاثيه والباسكت اللي حطهم دول من تحت ايد تومسون. تومسون يمكن طول المباراه يمكن مش في احسن حالاته، ولكن الكوان شوت اللي جابها والاسيست اللي عمله احمد مهيب يمكن كافيين ان احنا كنا نكسب. كان لازم استعرض مع حضراتكم يعني الحاجات الايجابيه في المباراه، مش بس الفوز، الحاجات دي كلها حاجات لا تقدر بثمن. وفرقه الباسكت في النادي الاهلي تستفاد وبتعلى وبتعلى، وهو ده تراكم الخبرات اللي احنا بنتكلم عنه. طيب هنروح للكره الطائره رجال، الدوري وقف، هنلعب الكاس، هنلعب دور 32 اللي هو رجال الكره الطائره، اول مباراه او مباراه 32 مع جزيره الورد في المنصوره، وده هيبقى في دور ال 16. طيب دور ال 32 انا اسف، بعد ما نكسب اذا كسبنا ان شاء الله باذن الله جزيره الورد، هنلاعب اللي هيكسب من ماتش طنطا والاعلاميين في دور ال 16، يعني اللي هيكسب من طنطا والاعلاميين، وغالبا هيبقى الاعلاميين لان يعني الاعلاميين يعني افضل شويه. فرقتنا بدأت تستعيد المصابين واحدة واحدة، يمكن طمنا على عبد الرحمن سعودي بدأ يبقى أحسن، رجوع معوض تمام خلاص سليم 100%، محمد عادل سليم 100% ورجع، بس عندنا لسه عبد الرحمن عبو، عبد الحليم عبو عنده رشح في الركبة، يمكن دي إصابة متكررة من عبد الحليم، ولكن الجهاز الطبي بيعمل على إعادته للملعب في أقصى وقت. طيب بنفكر حضراتكم إنه طبعا إحنا تأهلنا من المجموعة الأولى برصيد 30 نقطة بنتيجة يعني علامة كاملة زي ما بيقولوا، ونتيجة واحدة 3-0 مع كل منافسينا، فطبعا ده بيدل على قوتنا. الدوري هنلاعب مين؟ في عندنا في الدور اللي بعد كده هنلاعب ثلاث فرق رايح جاي، طلائع الجيش، مصر البترول، وهنلاعب كمان بتروجيت. هنلاعب الثلاث فرق دول رايح جاي على ملعبهم وعلى ملعبنا. وطبعا الدوري لسه ما اتعلنش عن يعني الدور اللي جاي في الدوري ما تمش الاعلان عن ماتشاته، مواعيده ما تمش الاعلان عنها، يعني انا كل يوم احنا الحقيقه وفريق الاعداد بنشوف المباريات نزلت ولا لا، الحقيقه لسه ما اتقالش امتى وفين. ولكن عرفنا المتأهل مين. نتمنى التوفيق طبعا لكابتن محمد مصالح ميدو وكل اللاعبين. هنروح لكرة الطائرة سيدات. كرة سيدات الطائرة سيدات بقيادة كابتن حمدي الصافي اتصدر جدول الترتيب العام للدوري بعد نهاية الدور الأول. طبعا ما شاء الله كله فوز 3-0 ما عدا مباراة الصيد الواحدة هي الوحيدة 3-1. الفرقة كان كسبت آخر ماتش قدام سموحة اول امبارح يوم الاثنين في اسكندريه، وده كان ماتش مؤجل لو حضرتك تفتكروا بسبب سوء الاحوال الجويه. الدور الثاني من الدوري هيبقى في اول الشهر اللي جاي، واكيد كابتن حمدي هيبدا يخلي اللاعبات تريح شويه قبل ما نبدا نستعد من جديد للدور الثاني باذن الله. كل التوفيق لفريق السيدات، مجموعه كبيره، سكواد محترم، جهاز فني محترم، بيحطموا الارقام. يمكن احنا عدينا دخلنا في الثمانينات دلوقتي 83 84 مكسب، عايزين نروح ال100 مكسب بدون خساره، ونقدر على فكره نقدر نوصل لاكتر من كده، لان الحقيقه انا شايف ان هم افضل فريق في مصر بدون منازع. هنروح للتنس الارضي، يمكن ماير شريف نجمتنا، نجمه النادي الاهلي ومنتخب مصر، بتودع بطوله استراليا المفتوحه، ودي استراليا من احد اكبر البطولات في العالم. يمكن ماير في الترتيب 63 دلوقتي، وخسرت في الدور الرئيسي، يمكن كان زمان ماير قبل ما تخش في الترتيب العالي ده كان بتطلع من الدور التمهيدي، دلوقتي بقت بتخش الدور الرئيسي، وخسرت من قدام البريطانيه هيزر واتسون والمصنفه رقم 74، قريبين في المستوى. طب خسرت ازاي؟ خسرت المجموعه الاولى بنتيجه 6-3، والمجموعه الثانيه كسبتها 7-5، اما المجموعه الثالثه فخسرتها بنتيجه 6-2. ماير كانت خلصت السنه اللي فاتت في التصنيف ال 61 على مستوى العالم،
وكمان تم ترشيحها لجائزة أفضل لاعبة صاعدة على مستوى العالم من رابطة اللاعبات المحترفات للتنس. إنجاز كويس جدا، منتظرين الأفضل منك يا ميار، مستنيين تخش في البيست 50 بلايرز، ومستنيين نخش كمان في التوب 10 زي أنس اللاعبة التونسية الجميلة اللي حقيقة يعني زي ما بيقولوا أنس جابر اللي هي بتمثل المرأة العربية واللاعبة العربية بشكل جيد جدا، وبقت من العشر مصنفين الأوائل. يمكن تصنيفها بيروح ويجي، ولكن محافظة ان هي تصنيفها متقدم. نتمنى الميار ان شاء الله ان هي تحقق انجاز أنس بإذن الله. هنروح لسكواش. نادين شاهين لاعبة النادي الأهلي هتشارك في بطولة كليفلاند للسكواش بالولايات المتحدة الأمريكية. نادين شاهين لاعبة منتخبنا الوطني للسكواش ونجمة النادي الأهلي هتشارك في بطولة كليفلاند الدولية للسكواش، واللي هتتلعب في الفترة من 27 لحد 31 اللي احنا فيه يناير اللي احنا فيه. نادين بتحتل دلوقتي المركز ال 15 في التصنيف العالمي، وده ترتيب كويس جدا على فكرة، وهدفها الفترة الجاية تخش في أحسن 10 لاعبات. نادين قدمت نتائج كويسة جدا في البطولات اللي فاتت، وكانت قريبة جدا من الوصول للأدوار النهائية فيها، لولا طبعا القرعة اللي كانت دايما بتحطها في وش نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا وبطلة العالم. ودايما انتوا عارفين السكواش صعب جدا، السكواش عشان تطلع مركز واحد في التصنيف العالمي لازم تشارك في بطوله او اكتر عشان تجمع نقاط، والنقاط دي تخليك تطلع في التصنيف العالمي. كل التوفيق لنادين، بفكركم ان هو مصطفى عسل مش هيشارك في البطوله دي نتيجه الايقاف، ولكن دي هتبقى البطوله الوحيده اللي هو مش هيشارك فيها، وبعد كده هيستأنف مشاركته تاني لانه هو في المركز الخامس التصنيف العالمي. كل التوفيق لنجومنا في السكواش. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل اخبارنا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن قبل الفاصل كنا خلصنا الاخبار داخل جدران النادي الاهلي، هنروح لاخبارنا المحليه ونبتديها بسلاح السيف. يمكن منتخب مصر سلاح السيف بيحتل المركز السادس بمونديال جورجيا، وده خبر الحقيقه اسعدنا كتير. ليه؟ لانه السلاح من الالعاب اللي بتعمل طفره كبيره جدا ومرشحه لميداليه في فرنسا او باريس 2024، وده الكلام الصح. احنا شفنا من بعد، خلي بالكم بس قبل ما اخش في الخبر اقول لكم تفاصيله، من بعد بطوله طوكيو 2020 حتى الان سمعنا خبر السلاح بيلعب كام بطوله دوليه، سمعنا كتير، سمعنا مشاركه يطلع من هنا. يعني في نجوم احنا عايزين نستضيفهم في البرنامج مش عارفين نستضيفهم ليه، مش موجودين في مصر. اللعيبه لعيبه السلاح من بلد لبلد، من اشتراك لاشتراك، لتمرين لسفريه، هو ده الاتحاد اللي عايز يجيب ميداليه. خلص طوكيو 2020 قفل صفحتها بالرغم ان عملوا نتائج كويسه وخدوا تامن، قفل الصفحه قال لك انا عايز اروح لباريس، يبقى لازم اشتغل من دلوقتي، ما عنديش وقت اضيعه. فدلوقتي احنا عندنا مونديال جورجيا بناخد فيه المركز السادس، وده ترتيب كويس جدا. منتخبنا الوطني لرجال سلاح السيف حقق المركز السادس في كاس العالم واللي اتلعب من ايام بدوله جورجيا، وطبعا صور للفريق يعني بنربط على ايديهم بنقول لهم الف مليون مبروك. منتخبنا حقق المركز السادس بعد خسارته قدام منتخب ايران بنتيجه 45-42، يعني الماتش كان كلوز جيم جدا، وده كان في مباراه تحديد المركز الخامس والسادس. وكان منتخبنا بدا مشواره بالفوز على اليابان بنتيجه 45-39 في دور ال 16، وبعدين خسرنا قدام منتخب كوريا الجنوبيه ده هو بطل العالم اصلا بنتيجه 45-30، وبعدين فزنا في اول ماتش في مباراه تحديد المراكز من الخامس للثاني على منتخب هونج كونج بنتيجه 45-41، واخر ماتش لينا خسرنا من قدام المنتخب الايراني بنتيجه 45-42. بطوله قويه وكان فيها مجموع، شايفين الفرق اسامي الدول اللي مراحه، كله رايح فول تيم وكله رايح بنجومه كلهم. مين اللي مثل منتخبنا؟ لازم نقول اساميهم ولازم نعرفهم لحضراتكم. معانا محمد عامر شارك، وزياد السيسي، ومدحت معتز، ومازن العربي. الاربع لعيبه دول اللي مثلوا منتخب مصر في رياضه سلاح السيف، الحقيقه اللي عملوا سادس وربنا وفقهم ان شاء الله نمشي بخطى ثابته. انا شايف ان لو ما كانوش قبلوا كوريا في طبعا دور ال 16 كان ممكن نكمل، يعني لو ما كانوش خسروا منها، لا ده احنا فزنا، خسرنا من كوريا الجنوبيه في دور الثمانيه، خسرنا في كوريا الجنوبيه في دور ال 16 وبعدين خسرنا في دور الثمانيه. لو ما كناش قابلنا كوريا الجنوبيه في دور الثمانيه كان يبقى لنا شقي تاني. ساعات القرعه بتخدمك وساعات القرعه بتبقى صعبه، فتخيل لما قرعه تبقى صعبه زي دي انت خدت سادس. كل التوفيق الحقيقه لسلاح السيف. طيب هنروح للسباحه. من يومين شفنا توقيع بروتوكول المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه مع ممثلين الاتحاد الدولي لاستضافه مصر لبطولات كبيره في السباحه، وده الحقيقه خبر ما سمعناهوش كتير في مصر. اهو الصوره اهي. الاتحاد الدولي للسباحه فينا اعلن استضافه مصر لثلاث بطولات عالميه، وده طبعا كان في وجود الدكتور اشرف صبحي، والبروتوكول ده اتوقع يعني احنا ما كناش عارفين، نمنا صحينا لقينا البروتوكول ده بيتوقع. استضافه مصر ثلاث بطولات عالميه في منطقه الاهرامات بدايه من 2023 وحتى 2026، لسه عندنا وقت.
وقال الاتحاد الدولي على موقعه انه وقع اتفاق مع الاتحاد المصري عشان مصر تستضيف ثلاث بطولات دوليه. ايه هم ثلاث بطولات؟ مصر هتبدا البطولات دي بكاس العالم للغطس العالي، واللي هيشارك فيه افضل غواصين في العالم في مسابقتين هم 27 متر للرجال و20 متر للسيدات، وبعدين بطوله الجائزه الكبرى للغطس واللي هتتلعب في نفس المقاسات 27 رجال و20 متر ارتفاع، نفس المقاسات الاولمبيه، نفس المقاسات الاولمبيه 3 متر و7 متر، دي هتبقى الجائزه الكبرى. ومن بعدهم بطوله العالم للسباحه الفنيه باشكالها المختلفه. ثلاث بطولات يعني احنا لو بنحلم مش هنشوفهم في مصر، لانه البطولات دي يعني بتبقى ليها اولا عايزه ساعه بشكل معين، عايزه حمام سباحه بشكل معين، عايزه ميه بشكل معين. طبعا احنا عندنا من هنا لغايه 2023 فتره كافيه عشان مصر تبتدي تجهز. طبعا احنا عندنا بنيه تحتيه يعني تقدر، ولكن انت مستعد يعني لازم تمرن كوادرك تستعد لبطوله زي دي. الحقيقه خبر اسعدنا جدا، وده استكمالا لسلسله استضافه مصر او مصر استضافه مصر لسلسله كبيره من البطولات الدوليه، بدات او بدايه ببطوله العالم لكره اليد اللي استضفناها في وقت صعب، في وقت صعب جدا نجحت مصر في استضافتها، مرورا بكل البطولات الخماسي وغيره وغيره البطولات اللي احنا استضفناها، ومصر بتثبت مع الوقت انها قادره على استضافه كبريات الاحداث الرياضيه على مستوى العالم. منتخب الهوكي اللي احنا كنا قلنا خبر عنه الحلقه اللي فاتت وقلنا هنتابعه، لان هو الحقيقه مش واخد حقه اعلاميا، واللي بيلعب دلوقتي بطوله افريقيا في غانا ومعاه ثلاث فرق اخرى، كسب نيجيريا وغانا، وعنده مباراة أوغندا بكرة إن شاء الله، هيبقى ده في مجموعته. كسب المباراتين، كسب مين؟ كسب نيجيريا بنتيجة 4-2، وكسب غانا بنتيجة 1-0 اللي هي صاحبة الأرض. طبعا دي المباريات أهي ونتائجنا. طيب المباراة اللي عندنا بكرة مع أوغندا قبل ما يلعب إن شاء الله ماتش نصف النهائي يوم الجمعة، طبعا ناخد أول مجموعتنا هيجنبنا إن احنا لاعب جنوب أفريقيا المنافس التقليدي لنا في أفريقيا في قبل النهائي، يمكن هنلعبهم في النهائي، بس لازم نقول اسامي ال 18 لاعب اللي بيلعبوا، وده حقهم علينا. فرقه محترمه، منتخب جيد، منتخب بيمثل مصر ودايما بيحقق نتائج جيده. فرحات عبد الرازق، محمد السيد ادريس، مصطفى منصور، عمرو ابراهيم، محمد نصر، عمرو سيد، اشرف سعيد، احمد عبد الحكيم، محمد رجب، محمود ممدوح، عمرو الهادي، محمود سليم، حماد عاطف، مصطفى رجب، احمد محمد علي، محمد عادل صابر، زياد عادل، وليد علي. كل التوفيق لكم يا اولاد ان شاء الله، وترجعوا لنا بالكاس كما تعودنا عليكم، ابطال بتعمل في صمت، والحقيقه يعني ما يفرقش معاكم اي حاجه، انتوا رايحين تكسبوا وربنا يوفقكم ان شاء الله. هنروح لخبر كمان جيد، مصر تستضيف بطوله افريقيا للكونغ فو بعد غياب 5 سنوات. مصر ما استضافتش هذه البطوله. الباشمهندس شريف مصطفى رئيس الاتحادين المصري والافريقي للكونغ فو اعلن استضافه مصر لبطوله افريقيا رقم 8 واللي هتتلعب في اواخر شهر مارس اللي جاي، خلاص ما فيش وقت. وقال الباشمهندس شريف ان البطوله من المتوقع فيها مشاركه حوالي 200 لاعب ولاعبه من حوالي 14 دوله، واكد ان مصر هتستضيف البطوله دي بعد غياب 5 سنوات، وان ده بيتم تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه باحتضان الاشقاء الافارقه في بلدهم الثاني مصر. وكمان لان مصر بقت فيها بنيه تحتيه زي ما قلت لحضراتكم تساعد اي اتحاد لعبه في مصر ان تستضيف كبرى البطولات العالميه. وفي اخر كلامه قال ان الاتحاد المصري بيشتغل دلوقتي على ملف تنظيم البطوله، خلاص ما فيش وقت، احنا بنتكلم في مارس يعني اقل من شهرين عشان تظهر باحسن شكل ويدل على النهضه اللي بتعيشها مصر في الفتره الحاليه. وخليني اقول لكم كونغ فو من الالعاب اللي برضو مصر بتحط عليها امال كبيره في تحقيق ميداليه اولمبيه. كل التوفيق ليكم ان شاء الله. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل عشان نستقبل ضيوفنا بيبو زهران ونجوم فريق 18 سنه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم جديد، وزي ما قلت في البدايه بدايه حلقتنا النهارده ان جمهور النادي الاهلي مش مرتبط بس الفريق الاول، ولكن في كل الالعاب الحقيقه متابع ناشئين وعارف مين اللي طالع ومين اللي على مستوى كبير. والنهارده قلنا لحضراتكم هنعرفكم او هنعرف لحضراتكم نجوم فريق 18 سنه كره السله. في البدايه برحب بابراهيم زهران او الشهير ببيبو زهران. اهلا بيك يا بيبو. ازيك يا كابتن سيد؟ منور قناه النادي الاهلي. ازيك يا كابتن هيثم؟ عامل ايه؟ وبنرحب بعلي وحيد نجم الفريق واحد اعمده الفريق الحقيقه، واللي كان له دور كبير جدا في البطولات اللي فاتت. علي ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. منور قناه النادي الاهلي. منور كوتش. قبل ما اخد منكم كلمه خلينا نروح لصاحب القضيه، قضيه كره السله، والحقيقه كان ليه دور كبير جدا الحمد لله فرح جماهير النادي الاهلي اول امبارح بالفوز عن نادي الزمالك. معانا كابتن احمد مهيب. اهلا بيك يا ابو حميد. ازيك يا كابتن هيثم؟ ايه الاخبار؟ الو الو ابو حميد، ازيك يا حبيبي؟
كابتن هيثم، ايه الاخبار؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ألف مليون مبروك، فرحتنا كلنا، تسلم ايدك. يا ربنا يخليك يا رب. الحمد لله، الحمد لله على المكسب، يعني الحمد لله على الثري بوينت دي. طب قول لي يا مهيب، يعني انت لعيب مجتهد جدا واوقات كتيره، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجعل سبب كده او يجي يعني لعبه او لا او او هدف او حاجه كده في كل الالعاب تخلي الجمهور يرتبط بيك اكتر واكتر. يعني كلمني عن الشوطه، وهل انت كنت نازل يعني عارف انت هتجيبها؟ والله طبعا الحمد لله، يعني على الثري بوينت دي طبعا الوقت بتاعها كان كريتيكال جدا، قدرنا ان احنا نكسب بيها. يعني طبعا هي توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا انت اكتر واحد عارف يعني ان احنا الشوت والثري بوينتس دي بتبقى تمرين يعني طبعا اكتر وثقه، يعني خصوصا في الوقت اللي انا نزلت فيه، كنت قعدت حوالي شوط ونص او شوطين ما كنتش نزلت، بس كان عندي يعني ثقه في ربنا سبحانه وتعالى يعني وفي الفرقه ان احنا هنكسب في اي وقت، حتى لو يعني كان فاضل 3 4 ثواني، بس الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب في الاخر. يعني طب مهيب قول لي، يعني انت اخر فاضل 5 ثواني والماتش راح، يعني الماتش كان راح خلاص، يعني الناس كلها قالت صعب وبتاع، ومستر اجوستي قال لك يلا يا ابو حميد، وانت ما سخنتش ولا عملت حتى ورم اب ولا اي حاجه ونازل الملعب. انت قلت لي، قلت لحد انا هجيبها ان شاء الله وهنكسب، قلت لمين؟ قلت هو انا قلت في الشوط الرابع لعمر طارق النازله اللي انا نزلتها، بس هو ايهاب دخل انسايد الحمد لله جبنا التعادل. النازله الثانيه بقى عمر وانا نازل راح قال لي انزل يلا هاتها عشان نكسب، طبعا اداني بوش يعني، وانا الحمد لله يعني كان عندي ثقه ان انا لو جات لي ان شاء الله هشوطها، وطبعا انت عارف ان دي يعني مش اول مره ان انا اجيبها يعني، صحيح. بس الحمد لله ربنا كرمني بيها، بس دي المره دي فعلا مختلفه تماما عن قبل كده، ان احنا كنا اولا في 100 عقبه والزمالك، وهم خلاص كانوا بيحتفلوا من بدري، وطبعا احنا شفنا الـ الاحداث اللي حصلت من اللعيبه يعني ما كانتش لطيفه، بس يعني ايه الحمد لله في الاخر قدرنا ان احنا نكسب ونطلع كسبانين، يعني هي دي اهم حاجه. طب قول لي يا مهيب، انت بتحب تشوط من الكورنر، وعملت الموضوع ده قبل كده في سبورتنج يعني قدام الاهلي، ودي اللي يعني زي ما بيقولوا اللعيب يبقى له نقره، احنا بنسميها في الباسكت ليه النقره بتاعته. فانت كنت نازل يعني متحدد لك المكان ده، ولا هي جت نتيجه البنتريشن اللي عمله تومسون، ولا اللعبه جت ظروفها ازاي، ولا انت كان مطلوب منك تقف في المكان ده؟ لا هو انا الكوتش اوجستي كان عامل الخطه ان انا، هو طبعا اكيد عارف يعني، هو عارف كل امكانيات كل واحد، وعارف ان انا مثلا بحب اشوت من الزيرو، هو ان انا كنت هعمل سكرين لتومسون وهيطلع يستلم الكوره وهيعمل هاند اوف مع الجندي، يا اما هو هيدخل، بس هو راح داخل وعينه كانت عليا، وهو كان قايل لي يعني ان هو هيباصيها لي خليك جاهز، فصها لي في الزيرو، طبعا كنت فاضي خالص يعني، كان لاعب الزمالك كان طالع عليا بدري شويه، بس طبعا سيف عمل جود سكرين اخره شويه، رحت شايطها مستريح يعني، والحمد لله كده ايه جت يعني. طب قول لي يا مهيب، يعني اول ما الكره لقيتها في الشبكه، يعني انت بتشوط والكره نزلت في الشبكه، اول حاجه جت في دماغك ايه؟ يعني هل قلت ابص على الحلقه، ولا ابص على الساعه هل هي صح ولا لا، ولا انت شايطها متاكد ان هي في الوقت؟ بص هو انا الناس كلها بتقول لي هو انت ليه ما عملتش رياكشن، يعني بالزبط. انت ولا احتفلت ولا اي حاجه، هو انا الثانية الكرة وهي جاية لي، أكيد حضرتك أدرى واحد باللحظة دي، الكرة وهي جاية لي أنا الوقت وقف، يعني أنا مش مركز في أي حاجة غير إن أنا أشوطها يعني أنا أشوطها وأجيبها، أكنها شوط التمرين، أشوطها يعني شوطة عادية جدا، ولا بقى فكرت إن هي لو ضيعتها هنخسر، لو جبتها هنكسب هنحتفل، ولا أي حاجة، هي إحنا يعني كان دايما عندي ثقة إن إحنا في أي وقت هنكسب، والكورة جات لي رحت شايطها والحمد لله ربنا كرمنا وجت، بس يعني ده ثبات انفعالي يا مهيب، ده ثبات انفعالي تحسد عليه بصراحة، ولاعيبة كتير يعني بيلعبوا ويبطلوا ما بيمروش بالمرحلة اللي في المرحلة اللي فيها الثبات الانفعالي. طب انت فرحان ان الجمهور بيشبه التاتا بونت اللي انت جبتها بهدف قفشة القاضية طبعا المشهور؟ طبعا هو يعني لا اكيد مبسوط جدا، بس يعني طبعا باختلاف ان يعني كابتن قفشة جابها كسب افريقيا، بس طبعا دي حاجه تبسطني يعني، واحس بفخر يعني ان انا الصراحه بيشبهوني بقفشه السله المصريه يعني. طب قول لي يا مهيب برضو، انا يعني عايز استفسر على حاجه برضو مهمه، انتوا يعني حصل احداث في اخر المباراه، مش عايز اتكلم عن تفاصيلها، ولكن الاحداث دي كانت كفيله
ان ممكن اللعيبه عندنا تستفز او ان حد يبتدي يستفز، لانه انت عارف يعني الوقت ده بتبقى الدنيا مشدوده، ولما حد بيحاول يعني يحتفل بشكل مش كويس ممكن تلاقي الدنيا ايه يعني زي ما بيقولوا ولعت في ثانيه. انتوا ازاي كلكم سيطرتوا على اعصابكم بحيث ان احنا نفضل مركزين في الملعب ومركزين في النتيجه، ما نفقدش تركيزنا لاخر ثانيه؟ بص يا كابتن هيثم، والله وانت يعني انا دايما، انت من حقك تفرح، جبت باسكت مهم، شايف جبت 3 بوينت جامده جدا، احتفل، لكن ما تستفزش الخصم بتاعك او ما تروحش للبنش بتاعه وتعمل حركات استفزازيه ملهاش اي لازمه. طبعا يعني مودي لعيب صغير لسه ما عندوش خبره ان هو يعني يعرف يكنترول اعصابه او حاجه، بس طبعا الحركه مش لطيفه. النادي الاهلي يعني كنا كلنا مركزين لحد اخر ثانيه، ما استفزناش، ما فيش رياكشن عملناه. هم احتفلوا بدري شويه، ما يعني ما كانوا شايفين ان التايم خلص، بس طبعا 4 ثواني ده كفيله ان احنا اخذنا تكنيكال فاول بسبب الخطا اللي هم عملوه. تومسون الحمد لله قدر يجيبها، وده اللي يعني الناس برده ما اتكلمتش عليها قوي، لكن تومسون لو ما جابش الفاول شوتنج دي كان يعني كنا ممكن لو جاب كنا لسه هنلعب اكسترا تايم، بس هو يعني تومسون جابها في وقت كريتيكال، يعني صحيح. نفس اهميه الثري بوينت تماما يعني، صحيح صحيح، فجابها الحمد لله، وفي التايم اوت جبت بقى انا الثري بوينت كسبنا. فانت احتفلت بدري واستفزيت الخصم على الفاضي، يعني ملاش اي لازمه يعني بالظبط. وكمان يعني المواضيع دي تبقى خبره، بس هو كنترول اعصاب فرقه النادي الاهلي من اللعيبه بدون اتفاق دي حاجه تدل على نضوج الفريق. الحاجه الثانيه التزامكم التكتيكي والخططي بعد التايم اوت بالكلام اللي قاله مستر اجوستي بوش في التايم اوت ده بيدل على نضج في الملعب. يمكن يا كابتن انا كنت بقول قبل ما طبعا حضرتك تبقى معانا، كنت بقول انه الماتشات اللي بتخلص باسكت وبونت واكسترا تايم دي بتزود من خبره الفرقه وبتدي ثقه في الفوز اكتر. هو طبعا الماتشات اللي انت بتكسبها يعني، احنا حتى برضه ما كناش موفقين قوي، كنا في غلطات كتير عملناها، لكن احنا برضه قدرنا نطلع من الماتش كسبانين، ودي اهم حاجه. صحيح. يعني حتى وانت عندك غلطات عندك شخصيه البطل، بتعرف تكسب وانت وحش. صحيح. ودي اكتر حاجه النادي الاهلي متميز فيها، ان انت مهما كنت انت وحش عندك القدره ان انت تكسب في الاخر، ودي اللي بتخلينا نتعلم من اخطائنا وان احنا بعد كده ان شاء الله ندركها وما نغلطش فيها تاني، وباذن الله يبقى الموضوع بقى الفوز بيبقى اسهل من كده يعني. صحيح. طب قول لي مهيب، طمني على حالتك البدنيه كلها، يعني يمكن انت كنت بتشتكي شويه من حاجه في رجليك وبعد كده، يعني طمني على حالتك الصحيه، يعني انت بتبقى في فورمتك الحقيقه ما حدش بيعرف يوقفك، فقول لي طمني على الفرقان. انا يعني قبل ماتش التامين انا نزلت اشيط لوحدي، زي ما انت عارف انا بنزل كتير الصبح لوحدي، يوم كان الجو ساقعه وانا بشوط ظهري راح شد لوحده كده، يا خبر ابيض يعني، وانا بشوط كده ولا في تمرين ولا اي حاجه، نزلت اتمرن الصبح فظهري قفش، قعدت 5 6 ايام كده ما بعملش اي حاجه، طبعا كان الوجع يعني فظيع، بس الحمد لله يعني طبعا الجهاز الطبي في النادي الاهلي عمل معايا مجهود يعني ان انا اقدر ارجع بسرعه، ولحقت الحمد لله ماتش التامين ولعبت بقى الحمد لله ماتش الزمالك، وان شاء الله يعني ربنا يحفظنا كده كلنا من الاصابات، يعني ان احنا نقدر نبقى كاملين باذن الله في الادوار النهائيه يعني. طب قول لي يعني المنتخب اخباره يا مهيب، حد بعته يعني استدعى ليك، هل هتشارك مع المنتخب؟ يعني برضو قول لي المنتخب خلاص هيبقى فيه، هيبقى ولا لسه ما فيش كلام لغايه ما بعد الدور الاول يخلص والمدير الفني يتولى المهمه رسميا؟ لا هو ما فيش كلام لحد دلوقتي، احنا مركزين مع النادي يعني طبعا لكل لحد الاخر لحد ما نخلص يعني الماتش الاخير اللي هو الاتحاد يوم 28، ان شاء الله المفروض يبعت لنا الناس اللي هتنضم يعني المنتخب، طبعا انا تحت امر يعني المنتخب في اي وقت اكيد، ان شاء الله يعني هيبقى مبسوط لو رجعت تاني المنتخب، خصوصا ان انا اخر 2 3 سنين يعني ما كنتش بنضم بسبب ظروف عائليه عندي في البيت او اختيار مدير فني او كده، بس طبعا ان شاء الله يعني باذن الله الفتره اللي جايه عايز ابقى متواجد يعني باذن الله تاني في ضمن المنتخب مع الكوتش طبعا الجديد، استفيد بخبرته طبعا دي هتفرق يعني كتير، فان شاء الله باذن الله ابقى موجود مع في تشكيله المنتخب اللي جايه باذن الله. ان شاء الله يا ابو حميد. وخليني اقول لك على حاجه، يمكن انت اول ما مضيت للنادي الاهلي كان بينا من بعض لقاء في النادي، يمكن انت يعني بقالك 2 سنين دلوقتي يمكن او حاجه في النادي الاهلي، انت سعيد بالتجربه دي يا احمد؟ سعيد وفخور، مش سعيد بس طبعا، سعيد يعني ان انا في نادي كبير زي النادي الاهلي، وبتحس بالقيمه بقى دي دلوقتي، يعني انت يعني كان قالوا لي ان انت جبت الثري بوينت دي قبل كده في سبورتنج،
في ماتشات يعني كانت قدام الاهلي وكانت اهم يمكن من صحيح الماتشات دي، ما كانش حد بيتكلم عليها. دلوقتي انا مصر كلها بتتكلم على 3 بوينت، طبعا فطبعا دي تحسسك باهميه التيشيرت اللي انت لابسها، وان قد ايه انت عندك مسؤوليه ان الناس بتتفرج عليك ودايما عايزاك ان انت تبقى كسبان. فدي بتحط عليك طبعا ضغط، وفي نفس الوقت انت حاسس ان انت فخور ان انت تنتمي للكيان زي النادي الاهلي يعني. فطبعا اكيد الحمد لله يعني مبسوط بالتجربه دي، واتمنى ان انا يعني انهي كاريري في النادي الاهلي زي ما قلت من قبل ما امضي يعني. طب قول لي يا فان مهيب، شاء الله. مهيب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ يعني جمهور النادي الاهلي بيتغنى بك عشقا يعني منذ اول امس، تحب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ اقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ وحشتونا جدا طبعا. اللعب اكيد بجمهور زي جمهور النادي الاهلي موضوع بيديك حماس في الملعب، وحضرتك اكيد عارف الموضوع ده جدا يعني، بيشجعك ازاي، بيحرك كل حاجه جواك يعني. ان شاء الله نوعد الجمهور باذن الله ان احنا زي ما فرحناهم من اول السنه يعني، الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله يعني يمكن مش مهمه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اللي هي بطوله المنطقه، بس الحمد لله دي جهزتنا للبطوله العربيه. الحمد لله قدرنا ان احنا نكسبها، بسطت الجمهور، علت الطموحات، قدرنا نكسب البطوله، بطوله المرتبط، علت سقف الطموحات اكتر ان احنا ان شاء الله يعني نكسب بقى الكاس والدوري طبعا باذن الله، ونعمل موسم استثنائي يعني في النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب يا مهيب، اتمنى لك كل التوفيق. انا على المستوى الشخصي بحبك جدا ومؤمن بيك، ربنا يخليك يا كابتن وحتى ايمن يمكن والله. احنا لعبنا قصاد بعض شويه، بس الحقيقه انت من اللعيبه اللي فعلا فعلا رجاله، واللعيبه اللي دايما اضافه في اي فرقه. بشكرك يا مهيب، وطبعا يعني بتاسف لك ان انت طبعا دخلت معانا في والجو حواليك ساقعه، بس ده مش غريب عليك لا انت. لا لا يا كابتن اسلم، يا سلام، ده انا مبسوط والله معاك، وفعلا بتبسط يعني لما بسمع صوت حضرتك وتعليماتك، دايما ببقى مبسوط بيها جدا، خصوصا يعني لعيب لعب في نفس مكاني وعارف نفس الاحساس اللي انا بعدي بيها، ودي حاجه مش اي حد يفهمها يعني. طبعا انت نجم كبير، وان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا احمد، واسيبك بقى ان شاء الله يعني في وقتك وتستمتع بوقتك. بشكرك شكرا جزيلا احمد مهيب، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر وصاحب القاضيه اللي جت طبعا اول امبارح في مباراه كره السله. احمد مهيب من اللعيبه المجتهده جدا، وبشكره لانه الحقيقه لبى دعوتنا انه يكون معانا ويتواصل مع جمهور النادي الاهلي، يمكن ده اول ظهور ليه بعد مباراه اول امس. بشكرك يا احمد، وربنا يوفقك، ويا رب دايما يكون عند حسن ظن الجمهور. ودايما بقول لكم هو ده الفرق، هو ده الفرق، اللعب النادي الاهلي عن اي نادي تاني، هو ده الفرق. النادي الاهلي شرف، شرف لاي حد، واي لعيب بيتكلم مع النادي الاهلي عشان ينضم له ده لوحده شرف. يعني ضع الناحيه الماديه على جنب، ضع اي شيء على جنب، انت بتتعاقد مع النادي الاهلي وراه 70 80 مليون عاشق ومحب يقدروا يحطوك في حته تانية. كل يعني التمنيات لفريق كره السله انه يقدر يعمل موسم استثنائي زي ما حد مهيب قال. نرجع لحلقتنا بيبو، معلش يعني طبعا احمد مهيب من اللعيبه اللي كان مهم جدا نسمع. انت ايه رايك، شفت المباراه اول امس؟ اه طبعا. ايه عجبتك فيه قول لي؟ عشان زي ما بنقول لعبه الباسكت ما بتخلصش غير في اخر سنه، دي علمتك كده؟ هي الباسكت كده، ما فيهاش غير كده، يعني انت مش ماتش لغايه اخر ثانيه، مش هترمي الفوطه ابدا ابدا، يعني مهما حصل يا بيبو، ومهما الماتش راح وجه وطلعنا ونزلنا. وصلنا للتعادل، بعد كده عليوا علينا، وبعد كده احنا جبنا تاني. الباسكت ده في اخر ثانيه، عمره الماتش ما يخلص غير في اخر ثانيه في الباسكت. برافو عليك، برافو عليك علي. برضو نفس القصه، انت اتفرجت على الماتش اول امبارح؟ اه اتفرجت. اتعلمت يعني ايه؟ قول لي. ان هو النادي الاهلي كده، يعني النادي الاهلي بيفضل يلعب لحد اخر ثانيه، يعني ما فيش ماتش الاهلي بيسلم من الاول. صحيح، هي دي يعني دي روح النادي الاهلي، يعني ما تلاقيش اي فرقه ثانيه كده. صحيح صحيح. وخليني يعني برضو اتكلم معاكم بقى اكتر عن ماتشكم، عن الموسم اللي انتوا عملتوه، وعن تدريباتكم. يمكن انتوا السنه دي عندكم موسم مزدحم، لان انتوا فريق 18 سنه، الفريق اللي كان مرتبط السنه دي، فانتوا لعبتوا باستثناء كل الفرق ثلاث بطولات. خلينا نتكلم عندنا بطوله الجمهوريه. اه ما هو ثلاثه، منطقه ومرتبط ومنطقه وجمهوريه، ثلاثه. خلينا نتكلم عن بدايه الموسم يا بيبو. الاستعداد كان ازاي؟ التجميع بتاعكم يعني افتكر كده اول يوم اتجمعتوا فيه اتعهدتوا على ايه؟ اتكلمتوا يعني كلمني عن الاستعدادات لكل الموسم ده بشكل عام. اول حاجه طبعا كابتن اسلام اتكلم معانا ان السيزون طويل، وان كل اللعيبه لازم تبقى جاهزه، وكل يعني مفيش واحد بيفرق عن التاني، كل حاجه واحده، وان كلنا هدفنا واحد. وطبعا زي ما شفنا في بطوله المرتبط احنا ماتش الجزيره ما خلص غير في اخر، صحيح، غير في اخر ثواني دي، عشان كانت الفرقه كلنا حاجه واحده، كلنا كنا عايزين نبقى حاجه واحده كلنا، فدي يعني ظهرت لنا اللي احنا كنا عايزين نكسب ازاي. طب قول يا بيبو، يعني كابتن اسلام لما كلمكم في بدايه الموسم قال لكم لازم كله يبقى جاهز ولازم كله يستعد لان كله هيبقى له دور، هو قال كده.
طب انتوا كلعيبه سيبك بقى من كلام كابتن اسلام، انتوا مع بعض بتقعدوا كلكم صحاب وبتقعدوا مع بعض في الاوضه وبتسافروا مع بعض وبتكلموا مع بعض، قلتوا مع بعض ايه؟ نفس الكلام اللي يعتبر كابتن اسلام قال من قلبكم يعني، ولا بيبقى فيه ساعات حته يعني انا نفسي العب ومنافسه؟ هو طبعا دي منافسه شريفه، كل واحد بيحاول يثبت نفسه قدام طبعًا التاني طبعا، دي عن طريق التمرين وعن طريق الماتشات، دي حاجه حلوه لما واحد يشوف واحد بيلعب احسن منه طبيعي يحاول يلعب زي بالظبط، ويمكن احسن شريفه لمصلحه الفريق ومصلحه اللعيب نفسه كمان. صح، برافو عليك. في المنتخبات وكده. برافو عليك علي. نقول لي قول لي اول يوم اول تجميع ايه اللي حصل، احكي لي. هو احنا من اول يوم واحنا مقررين ان احنا عايزين الثلاث بطولات السنه دي، واسمه ايه ده، واحنا كفرقه يعني كلنا عندنا نفس الهدف، مفيش حد عايز يخسر، عشان احنا كمان الجيل بتاعنا ما كناش على طول بنكسب كتير، فالجيلين 2004 و2005 بالظبط، فكنا طمعانين في البطوله كلنا، وكلنا كنا عايزين بعض ان احنا نلعب كويس في الماتشات يعني، كله صحيح. كان عايز الاحسن للتاني. صحيح. وخلينا اقول لكم برضو انه انتوا بقى لكم اربع سنين او خمس سنين بتلعبوا مع بعض من تحت 14 صح؟ 14 وسنتين 16 يعني تالي كلكم اخوات يعني، خلاص حفظتوا بعض. ايوه فاكيد ده كان مدي برضو روح يعني اعلى يعني، انتوا محظوظين ان المرتبط يمكن المرتبط بيبقى 16 سنه ما بيكونوش لعبوا مع بعض كتير. لما بيجي في 18 بيكونوا لعبوا مع بعض حوالي 3 4 سنين فبيكونوا فهموا بعض. طيب خلينا نتكلم عن المباراه او البطوله الاولى اللي احنا لعبناها المرتبط. المرتبط كان في مباريات صعبه، يمكن بيبو في نص الكلام قال ماتش الجزيره كان في قبل النهائي. قبل النهائي وكسبنا ماتش وخسرنا ماتش تقريبا، ولا كسبنا ماتش او كسبنا ماتش والماتش الثاني كنا هنخسر. اما ماتشين خلصوا في اخر ثواني، في ماتش خسر خلص وقت اضافي وماتش الثاني خلص في اخر ثانيه. ويبقى كنا متاخرين. انهي ماتش اللي كنا متاخر فيه، الثاني ولا الاولاني؟ لا الثاني. الثاني كنا خسرانين اكتر، بس الماتشين كنا متاخرين وعوضنا تاني. طب التعويض ده جه نتيجه ايه؟ يعني انتوا كنتوا بتعملوا مثلا بريس تقول روح لا مش هنخسر يعني؟ هي نفس الفكره بتاعت ماتش الاهلي والزمالك كده، ان احنا ما عندناش مبدا ان احنا نخسر، مش عبطين يعني في الجيم. هو بنلعب لحد اخر ثانيه. نعم. وده اتكرر في الاتحاد، يعني انت في ماتش الاتحاد احنا المرتبط كسب اول ماتش وكسبنا فرق مريح. جه الفريق الكبير خسر. خسر. كسبنا احنا تاني ماتش. برافو عليك. عايز اعرف بقى تاني ماتش نزلتوا بشكل ايه؟ يعني انتوا كنتوا ما انتوا لو خسرتوا يبقى كده الفريق الاول لازم يكسب عشان يلعب مباراه فصل، عشان بالظبط، عشان نزلتوا خايفين عليه؟ مش خايفين، بس عايزين يعني اللي هو خايفين من النتيجه ايه اللي ممكن يحصل، يعني خايفين حاجه ممكن تحصل احنا مش متوقعينها، بس ما كناش خايفين من الماتش. لا كنا واثقين ان احنا هنكسب. طب يعني يمكن في اول ماتش كنا فارقين قوي، الماتش الثاني فريق مرتبط الاتحاد كانوا افضل. ده ما خلاكوش تقلقوا؟ لا احنا كنا واثقين دايما من اول الماتش ان احنا هنكسب، وكابتن اسلام كان مدينا الثقه دي، عشان احنا كنا بس متوترين عشان نتيجه الدرجه الاولى اول ماتش. خايفين تخسروا الدرجه الاولى يعني يبقى في مشكله بالنسبه له. طب انت بيبو كلمني عن الماتش ده، الماتش الثاني في المرتبط بتاع الاتحاد السكندري. نزلنا بنفس الريتم بتاع الماتش الاول اللي هو احنا داخلين نكسب، مالناش دعوه الدرجه الاولى خسر ولا لا، احنا داخلين نكسب الماتش ده بتاعنا، يخلص نفس السكور، نفس الريتم بتاع الماتش يعني مفيش تغيير. عايزين نكسب وعايزين شكلنا يبقى حلو وعايزين نساعد الدرجه الاولى كمان. بالظبط. بالظبط. ما الدرجه الاولى لو احنا كسبنا هنديهم تشانس تاني بالزبط. ان هم يكسبوا ويخلصوا. بالظبط. واخد بالك؟ وده اللي حصل. يعني حسيتوا بالسعاده والفخر ان انتوا ساهمتوا في الانجاز ده؟ طبعا. انت يعني لما تلعب فرقه الاتحاد، طبعا فرقه الاتحاد مش فرقه ضعيفه، وبتكسبها فرق السكور ده وبتلعب قدامها باريحيه، فده طبعا حاجه تفرح، وان انت بتكسب الدرجه الاولى فدي طبعا حاجه تفرح. طب قول لي انت مستر اجوستي طلعك انت كمان يعني اتمرنت مع الدرجه الاولى او لسه، انما يمكن بيبو اللي طلع اتمرن شويه. هل تمرينك مع الدرجه الاولى ولعبت ماتشات كمان وهل لعبك مع الفريق الاول اكسبك بعض الخبرات اللي فادتك فريق 18؟ انت بتلعب مع احسن لعيبه في مصر، النادي الاهلي بيضم احسن لعيبه في مصر. كل اللعيبه اللي حواليك لعيبه لعبت منتخبات وكاس عالم وافريقيا، يعني اللعيبه كلها لعيبه كبيره. فبتلعب معاهم وتحتك بيهم، ده حاجه طبيعي جدا ان انت تاخد خبرات منهم وتتعلم منهم. طب اجوستي اول ما بدات، مستر اجوستي يعني اول ما بدات تتمرن معاه اداك نصايح؟ اكيد جابك كلمك في التمرين بيوجهك، كان يعني اهم نصايحه ليك ايه؟ هو مستر اجوستي اهم حاجه بيهتم بيها الديفنس. الديفنس مفيش هزار. الديفنس اللي اعمل اللي انا عايزه في الديفنس. الاوفنس طبيعي، لان الاوفنس طبيعي تغلط فيه، لكن الديفنس يعني هو لازم تدافع، الديفنس هو اللي هيليد للاوفنس. فانت يعني شايف ان ده اكتر حاجه استفدت ان انا
ادوس على الديفنس بالظبط وابقى عندي بالزبط. يمكن عمرو اخوك فلاعيب فريق الدوري الاولى ممتاز بالموضوع ده يعني بالزبط. او يمتاز بالدفاع بالزبط. يمسك الاجانب ويمسك المحترفين فيعني انتوا برضو ما انا جاي بقى الحته الثانيه الدفاع ده انت انا عارف انت خدت الدفاع ده من مين بس هنيجي في الفتره الثانيه وخليني اقول لك علي برضو ان يعني تراكم الخبرات بيبقى برضو بتفيدك في المنتخبات بتفيدك لما تتصاعد فقول لي انت ماسك الاعلى مين حابب تبقى زي مين شايف ان انت ممكن تبقى زي مين طبعا كابتن طارق غنام هو ده يعني مثل الاعلى في النادي الاهلي حضرته فاكر لعبه بس حضرته متاخر يعني اخر 3 4 سنين فيه فحضرته في بطوله افريقيا 2016 شفتها كنت في الملعب كنت بتفرج على ماتشات في الملعب ايوه وشفت انه بياخد خد ساعتها افضل خمسه فده يعني ايوه هو كان مثلي الاعلى في النادي الاهلي في البيفوتات يعني انت بتلعب اربعه ولا خمسه؟ اربعه وخمسه الاثنين طولك قد ايه؟ انا مترين ما شاء الله يعني انت جاهز جاهز وخلي بالك مركز اربعه في عندنا ازمه دايما في النادي الاهلي في مركز اربعه في الدرجه الاولى بقى لنا فتره عندنا ازمه للاسف حتى الاصابات بتجينا ما تفهمش المركز ده فيه ايه اربعه وخمسه احنا ممكن نسميه رقم نسميه سته بلاش يعني نسميه رقم عشان بقى بصراحه الواحد يعني تعب لان كل حتى اصاباتنا بتيجي يعني نقول واحد اثنين ثلاثه نفوته نقول خمسه سته ونقول بقى ايه ان الرقم البوزيشن الاربعه لان او اللي بالي بالك لان احنا بقينا اللي بيتقال عليه بيلعب اربعه بيتصاب فيعني حتى ايه او اللي يلعب من غير ما يقول اربعه لان الواحد بصراحه بس احنا عندنا اجيال طالعه يعني انت ما شاء الله تلعب اربعه وفي 20 سنه كمان مجموعه اربعات كويسه واحنا يعني ان شاء الله الناشئين برضو يوسف حامد وسعد صحيح طب قول لي انت بدات الرياضه بدات باسكت ازاي؟ هو انا ما كنتش عايز اخش باسكت اصلا يا راجل انا طب دخلت إيه اللي دخلت الباسكت دي بالعافيه يعني هم قالوا لي اخش وبتاع انا ما كنتش هم عايز اخش بابا ومامتي طيب انا ما كنتش عايز اخش بس لما دخلت حبيت اللعبه يعني فكملت فيها بس يعني مالكش اخوات بيلعبوا باسكت؟ لا اختي اصغر مني بسنه كانت بتلعب باسكت قبلي بس انا ما كنتش عايز اخش برضه كل ما يجيبوك الباسكت كنت عايز تلعب يعني انا كنت عايز العب كوره طب احمد ربنا لان 2 متر في الكوره دي كانت هتبقى صعبه جدا يعني انت دخلت الباسكت يعني باباك ومامتك يعني مش اجبروك بس حببوك في الباسكت يعني طب ليه بابا وماما كان في حد بيلعب باسكت هو بابا كان بيلعب باسكت زمان فعايزك تلعب باسكت فحببها لك انت شكلك كنت متعب قوي عليه وانت صغير لا والله انت بتحلف ليه ما انا مصدقك طبعا اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل سريع نرجع نكمل كلامنا مع نجوم المستقبل في كره السله ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد يمكن بيبو اجيلك انت طبعا ابن النجم الكبير كابتن علاء زهران شفت بابا بيلعب اتفرجت على فيديوهات ليه يعني هو بيلعب فيديوهات انما كنت صغير انت لايف ما شفتش كنت صغير ما شفتش يعني انت فيك من باباك انت شايف ان فيك من باباك لا يا راجل باباك احسن باباي احسن طبعا ماشي يا عم ماشي انا عديها ماشي يا باشا انت هتقول يا باشا ما هو مين لا بس باباك كان لعيب كبير جدا طبعا ما كانش عاملها يعني ابويا كان بيعمل حاجات انا ما اعرفش اعملها لا لعيب طب انت ولا عمرو اكتر يعني قريب للعب بابا من لعب ابويا مش عارف بس انا بحس ان عمرو اقرب من لعب ابويا شويه عمرو اقرب من لعب باباك انت شكلك مختلف خالص يمكن الشكل الجسماني ولكن طريقه لعبك مختلفه عن باباك خالص انا لعبت قصاد باباك وعارف طيب قول لي احكي لي انت بدات ازاي باسكت يعني هل بدات عشان بابا بيلعب ولا وخاصه ان انت واخوك رحتوا امريكا سنه كلمني بدات ازاي ورحت امريكا ازاي هي بدات ازاي يعني انا بابا بيلعب باسكت واخويا كان بيتمرن باسكت انا لسه صغير مفيش فرق مفيش ناس تتمرن معاهم فكنت دايما بمسك الكوره اقعد العب مثلا اخويا بيتمرن العب مع الفرقه بتاعتهم العب مع بابا لكن انا فحبيت الباسكت فالموضوع ما كانش يعني عشان بابا بيلعب باسكت وكده لا انا كنت حابب الباسكت من وانا صغير ورحت امريكا دراسه هناك سنه وبعد رحنا درسنا سنه بس لعبت فديتك لعب هناك لعبت يعني ما كانتش التوب ليفل اللي هي اللي كانت اقوى حاجه يعني كنت ساعتها لسه صغيرين فكناش بنلعب في المستوى القوي يعني طب انا عايزك تقول الو بس بصوت عالي كده الو قول ما هو اسمعك الو ايوه الو ايوه معانا طبعا ما ينفعش يبقى بيبو معانا وما نجيبش عمرو زهران اخوه اللي في الدرجه الاولى ما ينفعش لازم احنا بنطلع بالعيله كلها ازيك يا عمرو ازيك يا شاور حاج طبعا بقول لك مبروك على ماتش الزمالك اديت اداء كويس ويعني ما شاء الله عليك انت بتثبت نفسك يوم بعد يوم يعني كلمني عن ماتش الزمالك انت كنت سعيد بالمباراه كنت فرحان عملت ايه كنت على البنش ووقت التاتا بونت عملت ايه الصراحه هو التكتيك كان مش كده يعني الكوره مش تيجي المهيب بس هو يعني حظ المهيب ما شاء الله يعني كل ماتش الزمالك هو اللي بيجيب القضيه ما شاء الله
ما شاء الله. بس يعني الحمد لله صراحة كان شعور ما حدش حاسس بيه الصراحة يعني. صحيح. لا غير اللي في الملعب الصراحة يعني. مظبوط يعني. طب قول لي يا عمرو، انت من اللعيبه اللي بتنزل تمسك الاجانب، يعني مستر اجوستي دايما بيدي لك مهمه الدفاع على اللاعبين المحترفين في الفرق الثانيه، ودي مهمه صعبه لان انت بتصطدم باكتر لعيبه يعني مهارات في الفرقه الثانيه. اي على لعيبه في الدوري المصري. صحيح. انت سعيد بالمهمه دي يا عمرو؟ الصراحه سعيد الصراحه باجي انزل امسك محترف بيكون مثلا بيجيب كل ماتش افريج 30 بوينت كل ماتش، وانا نزلت خليته يجيب 15 مثلا 20، فده مجهود يعني ساعدت الفرقه اكتر، حتى لو انا مش متوقف بس ساعدت الفرقه في الديفنس. صحيح. لا وبتجيب كمان يعني ما شاء الله، انت يعني عندك شوطه وعندك دخله، ويمكن انت بتفتكر السنه اللي فاتت انا قابلتك هنا في القناه وقلت لك قلت لك ايه تفتكر؟ قلت انت الدور الجاي السنه الجايه تبقى في محترفين كتير لازم تاخد بالك مرة. وقلت لك ان عاجبني فيك ان انت قلبك يعني زي ما بيقولوا بلغه الرياضه قلبك ميت. في قلب الاسد. قلت لك قلب الاسد، برافو عليك، عجبني لان انت بصراحه ما بتخافش، وكنت لما بتنزل بتمسك لعيبه اكبر منك مش قلقان، وبتجي لك فوق شوطه فاضي بتشوطها ما انتش قلقان، يعني يمكن انت في مباراه نفس الكره دي حطيتها في مباراه الاتحاد الاسكندري. برضو كنت مجهود كل حاجه، بس برضو كنت على اللاين، كنت اجوستي هو اللي مديني الثقه، يعني هو مديني الثقه يعني خلينا كل واحد يلعب براحته. صحيح. محدش اصلا في الديفنس يعني. طب عمرو انت شايف ان انت محظوظ ان انت يعني في بدايه لعبك في الدرجه الاولى او اول ما تصعدت درجه اولى او طلعت رسمي درجه اولى كان مستر اجوستي موجود؟ كده محظوظ صراحه، انا اتمرن مع مدرب مختلف في دماغ ثانيه غير المدربين المصريين كلهم، تكتيك مختلف، بس برده كابتن اشرف توفيق كان ليه دور مهم برده، كان صعدني قبل كده في ماتش سبورتنج كذا ماتش السنه اللي فاتت مع فريق التيم، حتى لو بتمرن بس، فبرده كابتن اشرف ليه فضل عليا. طبعا هو اول مدرب صعدك كابتن اشرف توفيق. طبعا حقيقه طبعا هو ليه فضل عليك كبير. حقيقه. صحيح. طب قول لي يعني انت دايما نصايحك لبيبو ايه بامانه؟ ما فيش حد سمعنا، احنا ما فيش حد سمعنا ولا حاجه، بتنصح دايما بيبو تقول له ايه؟ انا بقول له يعني يعمل اللي عليه في الديفنس، حتى لو مش موافق في الاوفنس لازم يساعد فرقته في الديفنس، عشان ما فيش حد بيكونش موافق في الديفنس. نعم. لما عادي ممكن يبقى داي اوف في الاوفنس، ما في الديفنس لازم تلعب راجل على الاقل. يعني انت دايما بتوجهه في الناحيه الدفاعيه. دي حقيقه، ما تنساش كلامك. لا ما تقلقش هيسمع الكلام، هو نفسه من دلوقتي قال ان هو بيهتم بالناحيه الدفاعيه وشايف ان الدفاع مهم جدا، ان هو يبقى اللاعب، وده بيني وبينك الباسكت هو الدفاع يعني عشان تبقى عارف يا عمرو، وده اللي مميزك ان انت راجل بتدافع وبتهاجم، وطبعا يعني زي ما بيقولوا باسكت بول از ديفنس. طب خلينا اتكلم معاك يا عمرو، انت ليك مثل اعلى يا عمرو، مين مسك الاعلى؟ طبعا كابتن علاء زهران، طبعا والدي. مين كابتن علاء زهران؟ والدي يعني. حبيبي انا عارف طبعا نجمنا الكبير كابتن علاء زهران، طبعا نجم مصر، وانا شرفت ان لعبت معاه سنين كبيره، وعلى فكره انا خدت من باباك تيشرت ده منين بقى؟ ايوه ايوه قال لك في منتخب مصر، كان هو بطل وكان بيلبس 8، وبعد كده قال لي خدها مني انت هيثم، انت اكتر واحد يعني او اكتر واحد انا يعني نفسي ياخد الرقم مني، فطبعا يعني والدك كان مثلنا الاعلى كلنا مش انت بس. طب نصيحه وبرده في يابا مين برضه؟ هبقى مين؟ دي حقيقة. طب حلو ان انت مسك الاعلى بيلعب جنبك. صراحة انا مبسوط جدا، انا بلعب جنبه حتى. طب قول لي برضو يعني اكيد يعني مستر اجوستي بيديك نصايح برضو يا عمرو، يعني من وقت للتاني بيتكلم معاك نصايح فردية، نصايح ليك الفردية ايه؟ بيقول لي ان يعني هو بصراحة يعني ورايا في حوار الموضوع الشوط ده، يعني هو دايما بيقول لي حسن شوطك، حتى لو انت قاعد فاضي لازم تيجي تشوط كتير تشوط كتير، عشان انت لو يعني الشوطه دي مهمه في الباسكت يعني. صحيح. عشان محدش يكون حافظ لعبك وكده. يعني هو بيشتغل عايزك تطور الشوطه، وانت الحقيقه ما خذلتوش، انت في اماكن في اوقات كتيره جدا كنت بتخلص. الحمد لله كنت، بس يعني لسه في شويه برضه. لا ان شاء الله تجيب، ما تقلقش، الشوط ده اسهل حاجه على فكره، تمرين بس. عشان حضرتك كنت سويت يعني ولا ايه؟ يا باشا وانا بقول لك السويت يعني ما اسهل حاجه، انت تقعد تشوط 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 وتمرن نفسك، تلاقي نفسك بقيت شويت، بس الموضوع بسيط جدا. يمكن انت اللي انت بتعمله ده الاصعب، ان انت تهاجم وتدافع وتلعب وان وان وتبقى اثليتيك اقوى، ده الاصعب، انما الشوطه مجرد تمرين، عشان كده مستر اجوستي بيقول لك تعالى كل يوم شوط بس، الموضوع بسيط. ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. وكابتن علاء هنا ولا سافر؟ لا كابتن علاء سافر بره. سافر خلاص، يلا سلم لنا عليه ان شاء الله، ويا رب نشوفكم دايما احسن لعيبه في مصر. شكرا جزيلا عمرو زهران نجمنا الصاعد الواعد في الفريق الاول لكره السله رجال، بشكرك شكرا جزيلا طبعا اخوك، ونصيحه الهوا اهي، واكيد برضو علي بيستفاد يعني
يعني. طب انت بتتكي على الديفنس عليه برضو يعني، حابب الديفنس ولا؟ اصل خلي بالك مش كل اللعيبه انا بحب ادافع اكتر مهاجم اصلا فعلا. صحيح الكلام ده يعني ما شاء الله في الريباوند والديفنس اهم حاجه، اهم حاجتين عند الريباوند والديفنس. يعني اللعيبه اللي بيحبوا يفايت على الكوره بزياده عن اللزوم يعني. صحيح، لانه خليني اسالكم كده، اللعيبه الصغيرين واحنا كنا صغيرين في يوم من الايام دايما بيحب الباسكت، عايز يجري يهاجم ويشوط ويلعب. دي حقيقة. كلنا طبعا عايزين نجيب باسكت، بس يعني انا بالنسبه لي الاهم الريباوند والديفنس، يعني انا لو ما لمتش مين اللي هيلم يعني. صحيح. طب كابتن اسلام لما بياخدك على جنب تعليمات فرديه بيقول لك ايه؟ هو برضه بيتكلم في اهم حاجه الديفنس، ان انا ما اسرحش في الهيلب، ان انا ما اسرحش من مامي اي كوره يعني، لازم اعمل بوكس اوت، ما اسرحش في البوكس اوت خالص. المقابلات للناس اللي داخله بيقول لك ايه؟ لو حد داخل بتقابله ازاي؟ اقف وارفع ايدي، يعني مش لازم اعمل بلوك خالص. هو انا اقف وارفع ايدي وهو يرميها بقى يعني. يعني نصايح ليك بشكل كبير ان في الدفاع هو ما يتكلمكش في الهجوم كتير يعني، هو في الاوفنس لو جات لي يا فاول يا باسكت هتخلصها ان شاء الله، انما هي الفكره كلها انه دفاعي. طب خلينا نقول انه انت في الدرجه الاولى يعني شايف ان هم، انت كلاعب فريق الدرجه الاولى شايفه احسن لعيب دلوقتي، احسن فرقه في مصر، ولا شايف ان في لعيبه خارج النادي كويسين برضه؟ احسن لعيب يعني في مصر دلوقتي؟ في مصر احسن لعيبه في مصر يعني فريق الدرجه الاولى بيضم احسن لعيبه، ولا شايف ان في لعيبه برضه في انديه ثانيه كويسه؟ مصر طبعا في الاهلي طبعا بيضم احسن لعيبه. شايف مين احسن لعيب في الدرجه الاولى؟ ايهاب امين. ايهاب امين ما شاء الله يعني الدنيا محترف ما شاء الله. جامد ايهاب امين بصراحه. يعني انت بتحب تلعب قصاده وبتحب تلعب معاه؟ ما تعرفش تلعب على ايهاب امين ديفنس ديفنس ده ايهاب امين. طب قول لي يا بيبو، انا هسالك سؤال يعني، يمكن علي لعب منتخب اتخذ منتخب ولعب الحمد لله خد بطوله افريقيا، انت يمكن ما شاركتش مع منتخب حتى الان، ويمكن الغريب ان عمرو كمان ما اتخذش منتخبات ناشئين. يمكن احنا مش هنتكلم في رؤيه ولا بتاع، ولكن انا دايما بقول انه كويس ان تكون في المنتخب، ولكن عدم ان انت ما تاخدش في المنتخب ده ممكن يبقى دافع ليك ان انت توري الناس انت مين. طبعا دافع، انت دي حاجه عمرها ما تخليها تحبطك، دي حاجه بتخليك توري الناس انت مين وانت بتلعب ازاي وانت تستحق تكون في المنتخب ده ولا لا. يعني ده دافع عمره ما كان حاجه بتحبط، ده دافع ليك ان انت تشتغل اكتر على نفسك. عشان انت شايفها كده، بس للاسف في لعيبه في ناس بتحبط. في ناس بتحبط. يعني عمرو ما شاء الله دلوقتي لو قيمناه احسن ناشئ طلع في الدرجه الاولى السنه دي، انا غلطان يعني صحوا لي معلومه؟ هل في لعيب في الدرجه الاولى اي نادي مش الاهلي بس في سن عمرو زهران طلع عمل اللي عمل عمرو زهران السنه دي؟ هل صحح لي المعلومه، انتوا برضو في الجيل ده وقريبين؟ لا حد طلع في الاتحاد الجزيره زمالك حد عمرو، بالرغم ان عمرو اللاعب يعني عمرو الوحيد اللي في سنه كويس ما تاخدش منتخب. ما دي زي ما بقول لحضرتك يا كابتن هيثم، عمرو خدها كدافع ليه، ما احبطش، خد دافع ليه ان هو المفروض يشتغل على نفسه اكتر وان هو يبقى احسن واحسن عشان ما يوري الناس هو مين. انا عايز اقول لك ان دلوقتي ممكن يخش بوابه المنتخبات من البوابه الكبيره، المنتخب الكبير بالظبط، فدي فرصه يعني. الراجل اللي جاي الكوتش اللي جاي ماسك المنتخب ده كوتش روي رانا من المدربين الجامدين جدا، ما عندوش بقى لا سن ولا مش سن ولا صغير ولا كبير، بيبص دايما على اللي تحت، وهو كان مدرب ناشئين واخد بيكم كاس عالم كندا بالظبط. فهو في مصر ده يعني انت ما تستغربش ان ممكن انت او علي تلاقي نفسك منتخب كبير، ما تستغربش. انا اتخذت منتخب كبير وانا عندي 17 سنه 18 سنه، ما تستغربش ده. طب قول لي انت لعبت السنه دي بالمنتاليتي دي، حبيت تلعب عشان توري الناس انا مين عشان تخش منتخب مصر؟ ده اول حاجه خدتها بالنسبه لي، اول دفع ليا، اول دفع ليا ان انا ما اتخدتش منتخب مصر، فلازم اوري الناس انا مين، اوري الناس انا مستواي يستحق اكون منتخب مصر ولا لا. طب انت ليه بتحب الدنكات يا عم حبيب؟ انا دي حاجه جينات في العيله. جينات دي جينات دي جينات. بس انت ما شاء الله ارتقائك عالي، يمكن كمان عمرو بينط بس انت ارتقائك اعلى، انت بتهيألي انت اقل في الطول شويه من عمرو؟ لا انا اطول. ايه ده؟ اطول من عمرو، اطول من بابا. ايه ده ازاي ده؟ ازاي؟ انا المهم بشوفك في الملعب ليه مش طويل؟ عشان انا فرقتي طويله زياده عن اللزوم. فرقه في 18 سنه فرقه طويله. برافو عليك. فرقتنا طويله زياده عن اللزوم. شفت الاجابه صح، قال لك لان انا بلعب انت، بس انت لعبت مع الدرجه الاولى بلعبت اطول من عمرو. انت طولك كام؟ انا 194. يعني علي 2 متر، انت 194 ما شاء الله. 194 في حاجه محترمه جدا. بالظبط كجارد يعني حاجه طويله، لكن احنا فرقتنا ما شاء الله طويله يعني. عشان كده انت سالت السؤال ده قبل كده؟ حد قال لك انت ليه بتبان مش طويل؟ لا لا لا. طب ايه الصور دي؟ دي كانت في صاله حلوان صح؟ دي في بطوله ايه؟ بعد بطوله القاهره دي. دي بعد بطوله القاهره خدناها. ودي طبعا بعد الفوز، طب حلو بتبقى جميله جدا المكسب. طب قول لي حد في فرقتنا دي في صاله الشاي الدخان، هل حد من فرقتنا خد القاب في بطوله القاهره دي؟ لا ما خدش. ما حدش خد. اللي احنا دايما كنادي اهلي احنا فرقه جماعيه اكتر من فرديه. شفت الرد عليه؟
شفت هو ده بيحب نلعب مش فارق، هو بالاخر بيقول لك انا مش فارق معايا اللقب، انا القاب فرديه المهم نكسب. والوقت كان متوزع على الفرقه كلها اصلا. صحيح. طب ودي دي برضو ودي في يعني قول لنا اسامي الفرقه برضو، يعني قول زمايلك مين ده ومين ده. سيف قيدار ده تخ خد بطوله افريقيا اللي اتلعبت هنا في مصر، هو كريم حاتم وياسين محمد سيمو جودزيلا عمر عماد. طيب قول لنا احنا انت عارف الاستوديو كنا نفسنا تبقى الفرقه كلها معانا، خلينا نقول اسامي الفرقه واحد واحد كده. خلينا نمسك البوين جارد مين معانا في الفرقه. كريم حاتم ايوه، امير عبده وياسين محمد ويوسف توفيق. جميل. نخش على الجردات. كريم عمرو وكمال احمد وحازم وانا بلعب اتنينية. تمام. بوزيشن ثلاثة فؤاد وسيف قيدار و بلال وبلال. بوزيشن فور علي ويوسف حامد سعد ومحمد سعد وكريم غراب. وبوزيشن فايف عبد الله وعبد الله وياسين علاء. ياسين علاء ناسين حد؟ لا كده تمام. دي كل فرق كتيبه الابطال بتاعتكم كلكم اغلبكم 2004 ولا 2005؟ ال 2005. 2005 اكتر. احنا جبنا السنه دي 2 من 2004 لكن احنا 2005 اكتر مننا. 3 2004. ايه ده، دي غريبه جدا. يعني دايما بيبقى السنه السن الكبير هو الاكتر. ما هي جت بظروفها كده بالظبط. جت بظروفها كده. طب قول لي هسالك سؤال، يعني يعني اكيد بابا ليه دور كبير جدا طبعا، دي لقطات في بطوله القاهره ما شاء الله ارتقائك عالي برضو يا بيبو، يعني ما شاء الله. والصاله نفسها صاله حلوان حلوه، يعني البورد بتاعها حلو، الحلقه حلو، وعملت انت فيها ماتشات حلوه. لما جمهور الاهلي بيقطع لكم فيديوهات وينزلها لكم على السوشيال ميديا بتنبسط عليه؟ انا بصراحه ما نزلتش ولا فيديو. فيديوهات الفرقه لما ينزل اكيد بتنبسط. جمهور الاهلي ده حاجه حلوه، لما تلاقي ان الجمهور اعظم نادي في الكون زي ما بنقول، ودي حقيقه اللي بينزل لك ويعرفينك، دي حاجه تكون مبسوط بيها طبعا، بتنبسطوا لبعض طبعا. مثلا انت شفت فيديو البيبو بتقول له حبيبه نزل لك، انت بتقولوا لبعض كده وتنزلوه على بعض الجروبات وبتاع والصور وكده. ده فخر ان جمهور النادي الاهلي. صح. يكفي ان جمهور النادي الاهلي بس بيتفرج عليك. صح صحيح، معاك حق. طب خليني اتكلم معاكم شويه في الحته بقى الايه الاسريه. بابا مسافر، يعني يعني يمكن اكيد ماما ليها دور كبير جدا اكيد معاكم. نصيحه ليكم ايه انت وعمرو؟ هو اول حاجه طبعا ماما مسافره مع بابا. يعني انت قاعد هنا انت اول مره في المعلومه دي. يعني ماما هناك قاعده مع بابا. انت قاعدين انت وعمرو هنا لوحدكم. برافو عليكم، برافو. يعني ومسؤوليه ومذاكره وتمرين واكل وكله احنا بنعمل كل ده بنفسنا. صدق انا اول مره في المعلومه دي، يعني بجد انتوا برافو عليكم ان انتوا فعلا متحملين مسؤوليه ومركزين طب هم بيتواصلوا بيعاكوا؟ طبعا كل يوم كل يوم ويقولوا لنا نعمل ايه كل حاجه طب مين اللي بيطبخ انت ولا عمرو؟ لا كل واحد بيعمل اكله يا بيبو. لا كل واحد بيعمل اكل كل واحد انت اللي بتطبخ وعايز مكسوف. لا كل واحد عمرو الكبير بقى. لا اصل احنا اكلنا يعني اللي هو بيبقى على الدايت اللي هو بتاع الرياضي، ايه بقى المكرونه تونه الرز والفراخ المشويه الحاجات الطبيعيه اللي هي ما بيكونش فيها يعني. طب مين اللي بيعمل الرز؟ لا بيتجاب من بره. ده بيتجاب من بره. يبقى مش بنطبخ بقى، بنطبخ. طب قول لي يعني يعني ال 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 طب انتوا يعني ساعات بيبقى عمرو مسافر مثلا مع الدرجه الاولى عنده ماتش، انتوا لما كنتوا مع المرتبط فانتوا مع بعض في كل حته، فكان بابا وماما مرتاحين قوي لان انتوا الاثنين في نفس المكان وفي نفس لما ده بقى ماتشاته مختلفه مع الثاني. عمرو بيقوم بدور الاب، بيكلمك بيشوفك فين ولا لا؟ بابا لا عمرو لا عمرو طبعا بيتصل بيا دايما، بيقعد يطمن عليا يقول لي انت فين، ومثلا لو اتاخرت عن انا في المروح يقول لي لازم تروح دلوقتي الدنيا اتاخرت. لا عمرو بيعمل كده بصراحه. عمرو يشاور عمال يقول لك انا بديك نصايح. واضح ان عمرو شديد ما بيهزرش. طلع لبابا. حبيبي يا حبيبي. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم المستقبل في كرة السلة ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. اجيلك يا علي، يمكن اتكلمنا مع بيبو بقى عن المواهب والطبخ والقصة والحكاية. انت مواهبك ايه؟ اتفرج على افلام ومسلسلات. بجد والله؟ والله. تحب دي؟ مصري ولا اجنبي؟ اي حاجة بجد. خلص المسلسل في يومين كده يبقى عندك حس فني. انا لا خالص. لا بتحب تتفرج وبس؟ اتفرج وخلاص يعني مخلص. طب بتحب الاكشن؟ بتحب ال اكشن ضرب والحاجات دي بقى وكده؟ هو بخلص المسلسل في يومين، يعني بخلص المسلسل في يومين اخش على اللي بعده. بعده ما احنا عندنا وقت. طب والدراسه اخبارها ايه؟ يعني في الامتحانات بقى. تمام. لا كده انا عرفت خلاص. المسلسل في يومين بس بشد حيلك لانه احنا محتاجين ان انت تاخد يعني ايه الدراسه لما تاخدها وتخلص بتريحك. ما انا بخلص بقى ايه يعني انا اخلص على الامتحان
خلاص بقى، ما انا بستريح قبل الامتحان وبعد الامتحان. صحيح. طيب على يمكن اتحاد السله اعلن منذ لحظات حزمه من القرارات تعقيبا على احداث المباراه اللي فاتت، وهي تغريم احمد ياسر عبد الوهاب 20,000 جنيه عما بدر منه في اللقاء، وايضا تغريم عمر عزب 10,000 جنيه. الحقيقه مش عارف عمر عزب اتغرم ليه 10,000 جنيه، ما اعرفش هل في حاجه يا جماعه انتوا شفتوا حاجه غير اللي انا شفتها؟ يعني عمر عزب ليه اتغرم؟ لو حدش اتكلم عن عمر في اي حاجه. يعني انا ما اعرفش، يعني انا هطلع من على الهواء دلوقتي اعرف ايه حيثيات الغرامه لعمر عزب. احنا شفنا المباراه ما كانش في اي حاجه على عمر عزب، يعني كل مصر شافت احمد ياسر عبد الوهاب عمل ايه، وبدليل ان حصل عقوبه اثناء المباراه من الحكام. عمر عزب عمل ايه؟ هل حصل حاجه بعد الماتش؟ بعد الماتش ما حصلش حاجه، ما شفناش يعني. فمحتاجين نشوف، ولا هل دي عشان نوازن القرارات يعني، ولا الدنيا ايه؟ مش عارف. محتاجين نعرف ايه القرار ده وليه عمر عزب اتخذ ضده القرار ده. طب خلينا نرجع تاني. طيب هواياتك المسلسلات والفرجه والكلام ده كله وبتاع. طيب بتحب تخرج مع اصحابك؟ بس ما بنخرجش بقى. ما بتخرجش؟ عندك ماتشات وتمارين؟ ايوه تمارين كل يوم. كابتن اسلام مش رحمنا بصراحه. مره الصبح بعد الدور؟ لا هو بالليل بس. بس تمرين انا موت. ساعتين ثلاثه. بناخد يوم واحد مثلا في الاسبوع بقى بنذاكر فيه. طب اكتر حاجه بتحبها في التمرين يعني، انت من راح التمرين انا هشوط بحبها. تمرين فتنس بحبه ايه؟ اسمه ايه ده؟ الديفنس، تمرين الديفنس. يعني بيدي لما كابتن اسلام يديك تمرين ديفنس بتحبها؟ طب كابتن اسلام والنبي ادي العالي حبه كويسين قوي من الدفاع. انت بتحب الدفاع؟ بحبه بس الاول انا بحبه مش قوي. طب قول لي وايه تاني؟ الديفنس واللي هي بقى التمارين اسمه ايه ده؟ 3 على 3، 2 على 2، ترانزيشن كلها اللي هي الريدنج كلها اللي هي الحاجات بتاعت الريدنج وبتاع الريدنج. هو كابتن اسلام بصراحه بيدور على الحته دي اهم حاجه، ان انت تريد الديفنس اللي قدامك، وبيدور على اللي هو يطور اللعيب نفسه. كابتن اسلام يطور اللعيب نفسه قبل ما مش عايز فرقه جاهزه، يطور اللعيب نفسه. دايما بيحبنا اللي هو يخلينا كلنا عندنا حته الباسكت دي مهمه قوي. طب قول لي يا بيبو، عايز اسالكم برضه واسال علي نفس الكلام. ساعات كابتن اسلام بيتاخر عليك في النزول مثلا، يعني ممكن فوت شوت كوارتر اثنين بعد كده ينزلك فوت كوارتر ونص، يعني ده خلينا نتكلم بامانه، ده ما بيزعلكش ولا انت ما عندكش الكلام ده؟ مش فارق معاكم؟ بص انا حضرتك انا بنزل، هو هنزل انا اعتبر زي العسكري، الكوتش يقول لي عليها هعمله. برافو عليك. وبالظبط وعندي برضو بيبقى عندي حته الثقه في زمايلي اللي هم هيقوموا بالدور بتاعي، كلنا حاجه واحده، ده هيخرج ده هينزل، هو هيعمل احسن منه كمان. احنا عندنا كده كابتن اسلام ماشي بالمبدا ده، كلنا حاجه واحده، اللي يخرج هينزل ويبقى احسن منه، ولما الخرج التاني ده هينزل ويبقى احسن كمان. برافو عليك. يعني انت بتشتغل بمنتاليتي هتريحك، وعلى فكره مدربين كتير بيحبوا اللعيب يبقى بالفكر ده معاه. بالظبط. يعني اصل في بعض اللعيبه بتخرج خلاص هي كده خرجت بره مود الجيم، او نزل متاخر هو نزل بره مود الجيم. احنا شفنا مهيب مهيب يعني نازل بقاله شوطين ما كانش لعب شوط ونص ونزل خد ثلاثه. مصر كلها دلوقتي بتتكلم عن مهيب. بالظبط. صحيح. طب انت علي نفس الكلام لو اتاخر عليك كوتش اسلام شفت؟ وانا عندي اصلا كان عندنا عشان لسه الاثنين اللي لسه جايبينهم السنه دي خمستين. ايه ده في مركزك؟ وانا بلعب خمسيه، فاحنا كان عندنا جودزيلا وعمر عماد وعبد الله، فكان كابتن اسلام بيبدا بيهم عشان عايز يديهم ثقه، وانا كنت مش اللي هو بقى بتضايق وكده، لا انا كنت بشجعهم وبتاع، ويعني كان وكده كده مصلحه الفرقه ان هم يلعبوا كويس وانا عايزهم يتحسنوا وبتاع. يعني هي كلنا بنبقى عايزين مصلحه بعض. يعني انت ما اتضايقتش ان هم جايين في مركز؟ لا 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 بالعكس، انا يعني بشجعهم وببقى عايزهم يتحسنوا، وبعدين هم لما هم يتحسنوا انا كمان اتحسن. صح. يعني انما لو هم فضلوا في مستواهم ما اتحسنوش، ما حدش فينا هيتحسن، كلنا هنفضل في نفس المستوى. انما هي الفكره كلها ان احنا كلنا عايزين نتحسن. صحيح. كلنا عايزين نبقى احسن، وده برده هيبقى في مصلحه الفرقه. صحيح. طب قول لي يعني اكتر واحد اكتر لعيب بتحب تلعب معاه؟ طبعا كلهم كلكم بتحبوا تلعبوا معاه، بس انا بتكلم انت بقى في واحد بيبقى بينك وبينه كيمياء كده. بيبو. انا عن نفسي انا وعلي ان احنا مع بعض من 10 سنين، ودايما لما نتصعب بنتصعب انا وهو دايما، فدايما مع بعض في كل حاجه. هو حتى اخر باسكت في جيم الجزيره بقى لنا 10 سنين بنعمل 10 سنين بنعمل نفس الطريقه ده، بس انا العالي تحت واقطع عليه اجيب الباسكت من زمان، واحنا بنعمل الحركه دي. ان هو بياخد الكره تحت وانت تقطع عليه. اديها له على البوزيشن واقطع عليه على طول. اديها لك. على طول انا وعلي. حافظينها. وده بس حلو ان دي مشكله اصلا معايا كابتن اسلام، ان احنا المفروض عندنا قاعده اللي بينزل الكره لتحت المفروض يعمل سكرين لل هو بيبو بيقطع على طول يقطع والتاني ياخد على شوط. بالظبط. انا عندي على طول اللي بقطع على طول بصراحه، حتى لو انت شو ما بقدرش بقى. اصل هي باسكت بتعملوها حلو. باسكت. وكابتن اسلام بالظبط
يعني انا مش كابتن اسلام مش هيزعل لان هو بالزبط. انت مهم تخلص بيها باسكت بالزبط. يعني انتوا من زمان مع بعض؟ طب انتوا في الاوضه بتقعدوا مع بعض؟ لا. طب ازاي في العادي بيبقى ما عشان احنا كابتن فرقه فساعات الاوض بتبقى بعيده عن بعض فواحد بيبقى في حته والتاني بيبقى في حته عشان ده يبقى بالظبط يعني نسيطر على الوضع شويه بس احنا كده كده في المعسكرات كله قاعد مع بعض يعني هو وقت النوم بس طب مين كابتن على مين انت ولا علي؟ هو كابتن انت كابتن علي انت ادم منه فبس انتوا الاثنين كباتن الفرقه فمش فارقه بقى مين موجود مين بيروح مين بيجي مش فارقه طب قول لي يعني انتوا الاثنين مع بعض طب خلينا اتكلم تحت الحلقه مثلا يا علي تحت الحلقه انت بتلعب مع لعيب ثاني تحت الحلقه مين بتحب ترتاح بتلعب معاه بيفهمك بيقطع بيلم معاك في الباوند يوسف حامد يوسف ده بس ما بيلمش معايا في الريباوند لا طب هو يوسف من زمان بيلعب معاك لا يوسف ما جالنا 14 سنه يعني جه 14 سنه كان جاي منين يوسف فاكر اكاديميه الكويت مدينتي هو كان مسافر بره في الكويت تقريبا ورجع على اكاديميه مدينتي على كده نادي الاهلي جابه انت بتحب بتحس ان في بينكم بعض تفاهم وبعدين عشان اسمه ايه ده يوسف بيباصي يعني يوسف لو خد الكوره لقاها مزنوقه يقوم مباصي وانا وهو انا استلمها تحت الحلقه يا اما هو قاطع لي اديها له يا اما انا تحت الحلقه هو يديها لي لان في زمان بعض زمان انت بينك وبينجيبه لازم السناتر يكون بينهم بعض شغل لان انتوا الاثنين تحت الحلقه هاي ولو دايما بيبقى لازم يبقى بالظبط برافو عليك برافو عليك طب قول لي يا بيبو يعني انت كبوينت جارد انت برضو انت بتلعب جارد فعايز بوينت جارد يفهمك مين بتحب تلعب معاه برضو هو انا اكتر واحد بلعب معاه في الملعب كريم حاتم كريم حاتم كريم كويس كريم حاتم عنده حته بالظبط عنده اللي هو بيلم الكره على طول فاست بريك احنا لو حضرتك اتفرجت على الماتشات احنا معظم ال بس كريم 2005 ولا 2005 كريم 2005 صغير انت 2004 انا 2004 لكن احنا كالبريمتر يعني عموما اللي فوق كله بيلعب يعني كلنا تقريبا لعبنا مع بعض فمفيش يعني مفيش يعني مفيش يعني التواصل ما بين التيم طب قول لي المنتخب اللي بيلعب دلوقتي 2005 2006 ولا 2004 2005 التجمعات اللي دلوقتي بيبقى 2004 2005 اللي هيروحوا اللي هيلعبوا افريقيا تحت 18 سنه و2005 2006 اللي طالعين كاس عالم في اسبانيا 2005 2006 رايحين فضمنهم على بعض وبيتمرنوا مع بعض يعني 2005 2006 دول هيلعبوا كاس عالم عشان لعبوا افريقيا اللي فاتت بالظبط وكسبوا تمام دي انت مش فيها مش هتكون فيها انت خلاص كبرت بالظبط انما 2004 2005 عندكم في بطوله افريقيا مؤهله لحاجه في شهر 7 كاس العالم اول وثاني بيتاهلوا كاس العالم هتلاقي فين مش عارفين لسه مش عارفين لسه بتلاقي في شهر كام يا علي 8 بعد بتتلعب كاس العالم بيخلص 7 بياخدوا اسبوع اسبوعين كده راحه وبعد كده نلعب طب مين المدير الفني اتحدد كابتن عمرو بخير كابتن عمرو بخير طب كابتن عمرو بخير بس هو اللي ماسك المنتخب اللي راح كاس العالم ده ماسك المنتخبين ماسك المنتخبين هيرجع يمسكه بالظبط بس هيبقى ماسك الاثنين وبيشرف عليهم بالظبط خلي بالك كابتن عمرو بخير مدرب جامد جدا استفادوا منه استفادوا منه بشكل كبير لانه مدرب وبيدي ثقه ولما بيحب لعيب بيديله وبيرميه في الملعب يعني حتى عمل مع منتخب وخلي بالك هو راجل طلع كاس عالم كبير المنتخب الكبير فلما مسك المنتخب الصغير استفادوا منه استفادوا منه بس ان شاء الله يبقى يعني تبقى دي اول منتخبيه ليك يا بيبو ان شاء الله طب بتفكر تطلع امريكا يعني لو جه مش هروح امريكا كده وخلاص غير لو جه احسن فرصه بصراحه يعني ما اروحش اطلع كده وخلاص اللي هو اسمي طلعت امريكا لازم يكون في احسن فرصه عشان اطلع وانت علي نفس الكلام برضو لو كانت فرصه حقيقيه جامعه محترمه هتطلع لان هي حاليا الدوري المصري الدوري المصري بقى من اقوى الدوريات تقريبا في افريقيا وفي الوطن العربي تقريبا وكمان اربع سنين على انا اكون طلعت درجه اولى هيكون من الدوريات القويه جدا في العالم وهي اصلا امريكا يعني امريكا دي ممكن اطلعها لو طلعت في حته مش كويسه هرجع مستواي قلل عن كل اللي في مصر برافو عليك علي بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني يا علوه كل التوفيق لك يا حبيبي ان شاء الله بيبو نورتيني وشرفتيني يا حبيبي كل التوفيق ليك اعزائي المشاهدين ده كان لقائنا النهارده مع نجوم المستقبل في كره السله شفنا امالهم وطموحاتهم شفنا بيفكروا في ايه بيتهيالي لما بيبقى الحوار يعني من القلب للقلب بنعرف لعيبتنا ونجومنا اكتر واكتر تشوفونا في حلقه جديده مع الابطال شكرا جزيلا